باركنا أنت يا رب النعم اجعلنا أغصانا مثمرة في الكرمة في الكرمة نحمل الرجاء وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمة في الكرمة نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمة 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 أحبائنا وأصدقائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم رحب بيكم وحلقة جديدة من قناة الكرمة. يسعدنا وشرفنا أن ربنا فعلا رتب لينا من محبته وجود دكتور مجدي إسحاق معنا مرة تانية على الهواء في قناة الكرمة، فبنرحب بيه وبنشكره على وجوده معنا. بشكرك يا دكتور وجودك معنا جدا. أنا اللي خدت البركة دي، متشكر خالص. ويمكن إحنا المرة اللي فاتت ابتدينا موضوع يعني بنحاول نكمله، لكن عارفة إنه في نقط كتيرة قوي واتكلمنا المرة اللي فاتت. ساخن ودافئ وملتهب ومتفجر. المرة اللي فاتت اتكلمنا في حاجات كتيرة وكانت أكتر من رائعة، أنا عن نفسي اتعلمت كتير. اتكلمنا عن مشاكل الاختيار وإزاي نختار وإزاي يعني إيه الأمور اللي نبص عليها في الاختيار في الزواج، واتكلمنا عن بعض الاختلافات ما بين الزوج والزوجة، يعني الحاجات الجوهرية والأساسية. لكن لو هنكمل النهاردة في إيه الحاجات اللي ممكن تخلق اختلافات غير إيجابية، مش يعني احنا نتكلم الاختلافات السلبية والإيجابية، إيه الحاجات اللي ممكن تخلق اختلافات طيب. سلبية في داخل الزواج؟ شوفي، خلينا نقول الأول الحاجات النفسية ونخلي الحاجات الروحية بعدين. اتفضل. عادة يعني الناس بتبقى عارفة الحاجات الروحية، فهنخليها في الآخر ونبتدي بالحاجات النفسية. احنا كنا لمحنا المرة اللي فاتت انه انا بكبر ازاي، بعيش ازاي، في انهي جو، في انهي مناخ، واللي بعيشه بعمله تاني حتى لو كنت كارهه. على فكرة يعني احنا بنفاجئ ان في ناس عاشت في بيوت مش مرتاحة ورافضة الصورة دي من الزواج، ومع ذلك تكرر، لان دي الصورة الوحيدة اللي اتعرضت عليها. انا ما اعرفش غير اللغة دي. على الرغم ان اقول ان عمري ما هبقى زي بابا او هبقى زي ماما، بلاقي نفسي نسخة، هبقى زيه على طول. كما الام هكذا البنين، ده ايوب بيقول كده، واللي هي اكفي القدرة بقى بلغة إنما فعلا كما الأم هكذا البنين. فكرة أنه أنا بشوف صورة متكررة قدام عينيا بكرر نفس الصورة بشكل تلقائي، دي نظرية الكول والريكول. أنه أنا لو افترضنا أن واحد بيسجل تيب وبيسمع الشريط ده بشكل متكرر، خلاص بعد شوية لو طفيت الشريط ألاقي نفسي بعمل إيه؟ بعيد نفس الشريط تاني. أنا قاعد في العربية بسمع الترنيمة، هفترض الترنيمة. يعني احنا ليه بنقول للناس خدوا بالكم من اللي بتسمعوا؟ لان لو بسمع الترنيمه الانبوت ترنيمه، على ما اخلص المشوار الاقي نفسي بدندنه، صح كده؟ يعني انا حتى في بيتي احيانا بعمل كده مع اولادي، مع بنتي او ابني، اما اكون عاوز اعلمهم ترنيمه عدي اقول الترنيمه، مش قاصد بشكل مباشر اقول لهم تعالوا نقعد، لا اقول الترنيمه 5 minutes وانا راجع الاقي الترنيمه بتتقال، الصوت لزق، اللحن اتقال. على فكره والدي كان بيعمل معايا كده، لما كان يحب يعلمني لحن كان هو صوته جميل قوي قوي ملائكي، زي صوت حضرتك كده في الالحان برضه الترانيه دكتور، ربنا يخليك. فكان يقول اللحن وانا قاعد جنبه، فعجبني صوت بابا، عاوز ابقى ده حلو، اديني من ده، يعني عايز ده، فلاقي نفسي عاوز ابقى زيه. هو ابونا كان عازف فكان يعزف قدامي، عاوز اشوف ده فاعمل زيه، وهكذا يعني. فياما مرات بالشكل غير المباشر اتعلمت حاجات. ده اللي ياخدني الفكرة مهمة قوي، احنا اما مذنبين في حق اولادنا واما مباركين في حق اولادنا. لو انا ربيت ولادي على طريقة معينة، اللي ربيت ولادي عليه هم اللي هيكبروا يعملوه في بيوتهم، فاذا شاف الجو ده هيعمله، واذا شاف عكسه هيعمله برضه، الكول والريكول. فاحنا احيانا محتاجين واحنا بنختار، وبشجع كل اخواتي اللي بيسمعوني، كل ولد وبنت يشوفوا الارض اللي اتزرعت فيها البنت دي، شجعهم جدا، شوفي البنت دي عايشه ازاي وسط بيتها، باباها مين، مامتها مين، انا اشوف دول، هشوف البنت على طول او اشوف الولد على طول. طيب معلش هقطع حضرتك في حته مهمه هنا، ان حضرتك اثرت نقطه مهمه. في ناس تقول لك لا انا ما اخدهاش بذنب اهلها او ما اخدهوش بذنب اهله،
ما فيش حد ذنبه، ما حدش بيختار مامته وبابا وبيته، فانا مخدوش بذنب الاسره اللي انا هو اشكرك جابها. على ردك على السؤال ده الذكي ده اللي بتسأل دايما، مخدوش بذنبهم بس بشرط انه ما يكونش زيهم. متفقين؟ حلوه. حلوه. يعني هو عالي الكاهن القديس ممكن يجيب لي حفني وفنحاس، صح؟ راجل قديس جاب ولاد وحشي، خلاص حلوين قوي. وممكن العكس، ممكن واحد مذنب شرير يجيب ولاد حلوين. يعني ممكن شرير يجيب حلوين، ايه المشكله؟ يعني المشكله ان الاقي انسان عاش في ضعف او في خطيه بس جاب انسان في صوره جميله وجيده، بس المهم ما بقاش نسخه منه. انا مش هاخده بذنبه صحيح، لكن في نفس الوقت اتراه. كان لسه امبارح عندي كيس، واحده بتحكي لي عن شاب منفصل عن ابوه وام، ابوه وامه اسف، منفصلين بقالهم 5 سنين، وبتقول لي اخده ولا ماخدوش. ف السؤال، هو نسخه، هو كوبي اند بيست، هو نسخه مستنسخ منهم؟ لانه لو هو عاش وسطيهم اوكي، هو دلوقتي عاوز يرتبط، بس الصوره اللي اترسبت في ذهنه ايه؟ هل هو قرر ينفصل، يترك الرجل اباه وامه، ينفصل عن دول ويقرر يعمل حياه زوجيه سعيده، ولا هو هيكرر نفس المأساة بتاعت ابوه وامه؟ بدون ما ما شافش يدري يعني. دون ما يدري، هو شاف صوره مكسوره للجواز، فالصوره المكسوره دي قد يكررها يعني. فعشان كده وقد احنا يتعلم من إيجابياتها برافو عليك، يبقى انا وسلبياتها لا ويبقى بقول اه ولا بقول لا، لا بخوفها ولا بشجعها، بس بقول لها ادي نفسك وقت فرصه تشوف الشخصيه دي ايه. اذا لقيتيه طالع من يعني منتصر، مش مكسور، مش مهزوم، مش حزين، مش هيكرر الصوره، مش اول ما يحصل خلاف هيعيد تاني الصوره اللي فاتت يكررها تاني، يبقى كده انا هشجعك 100%، ما تاخديهوش بذنب اهله. لكن اذا لقيت ده نسخه من ده، وانا اقعد مع نفسي اقول ايه؟ لا، ما انا هصلحه بعد الجواز. ما حدش بيصلح حد بعد الجواز ولا قبل الجواز، اللي هيصلحه هو ربنا واللي هيصلح انا. لكن اخده وحاطط في دماغي مشروع ان انا هصلحه، هذه من اكبر الخدع في الزواج. تقول لي ما بيروحش الكنيسه، ان شاء الله بعد الزواج هيروح الكنيسه، تنتهي ان هي اللي بعد الجواز ما بتروحش الكنيسه، صح؟ احنا ما بهم بيصليش، يعني القلوب عند ربنا والمهم القلب. حلو قوي. بعد الزواج هي اللي مش هتصلي وهي اللي مش هتعرف المسيح، ما بيقراش في الكتاب. طب ما بيقراش في الكتاب وما بيصليش وما بيروحش الكنيسه، وعشرات اللقات اللي بس عاش هو خمس، كويس. بس هو كويس وابن حلال وطيب وحبيبي يعني. طب وبعدين ال 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 المرايه عاميه للدرجه دي انك مش شايفه كل ده ومتخيله انه انا هصلح ده كله؟ هذه خدعه كبرى، ما بعملش كده. فانا هشوف صوره، وزي ما بنقول دايما للولاد، الخطوبه بروفا للجواز، اذا البروفا غلط يبقى المسرحيه غلط. فانت هتعيشي معاه فتره خطوبه او فتره تعارف ما قبل الخطوبه كمان، شوفي الصوره دي، شوفي عاش ازاي. البنت اللي هتحترم باباها هتحترمك. عشان كده احيانا يجي لي ولادي يقول لي مثلا ايه، هي البنت ما بتحبش باباها وما بتحترموش بس ما بتحترمني. اقول له الى حين. او واحد يقول لي هتجوز غصب عن اهلي. طبعا في اكسبشن، في اهل احيانا بيبقوا صعبين شويه، لكن الرول، البنت اللي رفضت باباها ومامتها هيجي يوم مش هتحترم جوزها. والراجل الذكي الحكيم لو لقى ان البنت هتعاند باباها ومامتها عشان ترتبط بيه ما يفرحش. يقول لها حبيبتي يعني اذكر من اين سقطت وتب، روحي احترمي بيتك الاول، احترمي بابا وماما، لانه احترامك لبابا وماما احترامك ليا. اذا كنت عشتي معاهم 20 سنه ما احترمتيهمش، ولا 25 سنه، تحترميني انا في 6 شهور؟ هتبقى حاجه مؤقته، ومجرد ما تختلف معاه هتطلع عليه الخبره القديمه. فبقول نمره من الحاجات المهمه قوي، نمره مهمه جدا، رقم مهم قوي، نحط بقى في برواز وفريم وننور وكده، اكد على الناس، شوفوا الناس دي اتربت ازاي. صدقيني يا منى، احيانا بقول للناس ما تشوفهمش وهم بيصلوا. انت عارفه الناس في الكنيسه بيجي لها حاله زيت، عارفه الزيت؟ يشروا زيت ينبتوا جناحه، بيبقى في جناحه ينبتوا ويرفرفوا، حاله تقوى وورع، عارفه الورع؟ في ورع بيجي كده، لهم كلهم عندهم ورع في الكنيسه وزيت. لا، شوفيه على طبيعته في البيت، بيكلم بابا ازاي، بيرد على بابا ازاي، بيكلم مامته ازاي، الحاجات الجميله قوي. شوف العذراء كانت بتكلم، الست العذراء بتكلم يوسف النجار ازاي، فهي بتكلم المسيح في لوقا 2، تقول له ابوك وانا كنا معذبين. شوفي شوفي الروعه، العذراء الجميله القديسه، وهي بتكلم العذراء ام الله بتكلم يوسف اللي هو مش جوزها، اللي هو حاميها بس، بس الراجل ده له حق عليها. فبتكلم المسيح تقول له ابوك وانا، والكتاب يؤكد ويقول ثم نزل الى الناصره وكان خاضعا لهما.
عشان الكتاب يعلمنا ازاي الام احترمت الاب، وازاي الابن لما طبعا الابن بس بالمعنى لانه شبهنا في كل شيء، يترجم ده كله كان خاضعا لهم، عشان يورينا ازاي الام تربي وازاي الولد بيطلع في الجو ده خاضعا لهما. الصورة دي صورة العيلة. عشان كده أرجع وأكرر، إحنا مذنبين في حق أولادنا، ما بنديهمش صورة جواز حلوة، لا في احترام ولا محبة ولا توافق بين الأب والأم، يطلع الولد كده، ده اللي هو زوج المستقبل. تخيلي بقى القصة دي بتحصل عبر كام جيل، وجايين النهاردة في الزمن ده بنحصد ثمار سنوات طويلة من التربية المتلخبطة. ده يسلم ده يسلم، ده عاش آدم ومات، عاش نوح ومات، كله بيسلم جيل ميت. فلا، أنا عاوز ولادي يطلعوا صورة حلوة. لو شفت الولاد بيتربوا ازاي في البيت وعايشين حلو، صدقيني هختار صح. روح البيت وعيش معاهم شوية، خرجوا مع بعض كعائلة، شوف بتعامل باباها ازاي ومامتها ازاي، شوفوا بيعامل ابوه ازاي. الولد اللي بابا يقول له هات لي كذا، حاضر يا بابا، ده جميل. حاضر دي كان ابويا يقول لي كلمة حلوة قوي، كان يقول لي انت بتقول لي حاضر الدنيا كلها تقول لك حاضر. في التعبير الجميل، حاضر الدنيا كلها تقول لك حاضر. فالولد اللي بيحترم باباه يحترم مراته ويحترم أسرته. اللي متمرد صفة لا يمكن نزعها من الكونتكست حتى إنها موجودة في كل حتة. ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور، بنصلي فعلا ربنا يكون بينور قدامنا بالظبط الموضوع دوت. الإيمان اللي أنا بزعل قوي من تيموساوس، على فكرة واخد على خاطري من تيموساوس، ليه؟ تيموساوس الثانية، الإيمان الذي سكن أولا في أمك لوئيس وجدتك أفنيك. سألت نفسي سؤال، فين أبوه؟ صعب عليا من ابو، مش تيمو، ابو انا فكرت تيموساوس في الموضوع ده قبل كده، ما ما جاوبش لقيتش سيرة بابا. الاب. هو الحمد لله انه في امك لويس وجدتك افنيك، يعني طلعوا لنا تيموساوس الرائع، وانك منذ الطفوله قادر انت عارف ان تحفظ الكتب الكتب المقدسة المقدسه القادره قادرة ان ان تحكمك تحكمك لا خلاص. للخلاص. انا ما زعلت قوي من ابو تيموساوس، انا اسف كان قصدي على ابوه، يعني ان ابوه فين؟ امك حلوه وجدتك حلوه، طب كان نفسي اسمع حاجه عن ابوه. انا ما اعرفش، ربما كان وثني وبعدين بقى مسيحي بعد كده، او ربما مش موجود، لكن هو غير موجود. عشان كده بقول للناس دوروا على ام تيموساوس وابو تيموساوس، اذا كان حتى في فرد حلو هيطلع تيموساوس. معلش هاخد بقى الجملة دي واكمل، لو في فرد حلو وفرد وحش، يعني لو انا مثلا بأقبل على موضوع الارتباط ده بس لقيت طرف في الأسرة اللي هي الأكبر حلو وطرف وحش زي ما حضرتك قلت. هعيد نفس الجملة بس هصيغها بطريقة أخرى. أنا ما أقدرش أخد حد بذنبه، بس أتأكد إن الصورة دي ما انطبعتش، ما بهتتش عليه، ولو حتى تحت جلده. يعني يشوت سكراتش ذا سكن، لأنه أحيانا صورته مستخبية. تبقى مثلا البنت طالعة مع أم متسلطة. تمام؟ أو أب عنيف. أه مظلوم، حلو قوي، بس طالعة بصي سوية نفسيا ولا أه لا؟ محترماه. يعني رافضه اسلوبه بس محترمه كأب، على عيني من فوق اشيلها فوق دماغي. الست دي تخش البيت وهي محترمه باباها الصعب، ماشي، بس رافضه اسلوبه، يبقى دي نضجت خلاص. لكن نسخه من الصوره دي مش هتتغير. فاذا عليا ان وانا بصلي ربنا يرشد عقلي وقلبي وروحي، وبسأل وبلاحظ، بس يعني بقول له رب فتح عيني، عندي استناره اشوف، الاحظ بيبان. وربنا امين بيديني علامات تحذيريه، ربنا اله امين، هو اللي عاوزنا نرتبط ارتباط ناجح. شوفي او شوف الست دي او الولد ده بيعمل ايه. الناضج هو الذي يرفض سلوكيات الخطا ويحترم الشخص. تيجي تقول لي معلش هو بابا كده، احيانا الزوجه الناضجه تقول معلش هو ماما كده، هي صعبه شويه، انا عارف هي كانت تعباني، لكن انا بحترمها، انا مش هغير ماما، لكن انا بحترمها وبعزها. وما تجيبش ماما بسيره وحشه، لكن تعترف قدام شريك حياتها حتى بعد الجواز، او قدام يعترف قدام شريك حياته يقول ماما صعب، بص يا حبيبتي انا مش قادر اغير ماما، بس انا بحترمها، ولو ما احترمتش ماما مش هحترمك. الله، حلو قوي، ناضج. لكن طلع بقى النقمه، ليه النقمه انا اجازي يقول الزوج مش معقول، هينتقم بقى من كل صور المراه، بقى هينتقم من مراته ومن بناته بسبب امه. انت عارفه هتلر كان قال تعبير، قال كده كل النساء شياطين ما عدا امي. اه قال كده، تمام. وكل الرجال ملائكه ما عدا ابي. كان كاره ابوه، اللي عمل الحرب العالميه الثانيه مش هتلر، ابو هتلر الله يرحمه بكل رحمه، هو اللي خرب على هتلر طبعا. انه قال لك تخيلي واحد بيقول على ابوه كده، كل النساء شياطين ما عدا امي، كل الرجال ملائكه ما عدا ابي.
فكان عايش في بيت تخيلي ملاك وشيطان متجوزين، فطلع ناقم على الدنيا، حطم الدنيا انتقاما من ابوه، يعني كان يحارب كل رجل وهو يحارب ابوه. شوفي بقى هتلر اتولد فين، ولو دورتي ورا كل واحد عاش حياه صعبه هتلاقي اب صعب. يعني مثلا الوجوديه كارل ماركس، ماركس اتولد في بيت كان ابوه وامه الاثنين مش موجودين، كانوا الاثنين دول شيوعيين، فكانت الام تصحى الصبح تشتغل والاب يصحى يشتغل، ياخد القطر ودي تسافر وده يسافر ويجوا له اخر النهار، فتربى مع جده. الجد بقى طبعا مش هنا، فالاب والام مش هنا وبدلهم مش هنا، الجد عاوز ينام عاوز تعبان، فعاش بدون اب. فهو صاحب المقوله الشهيره ابانا الذي في السماوات لتبقى هناك، انت مش هنا لانه لم يرى اب موجود. ابويا يعني موجود، ابويا يعني هنا، جعلت الرب امامي. فاذا انا مش موجود في بيتي لان ابويا ما كانش موجود في بيته، مش هعرف ابقى بعمل بيت حلو. كل اللي بقوله ده تحذيرات صدقيني مهم. الست اللي شايفه اللي هترتبط او الراجل اللي هيرتبط شاف بنت قاعده في البيت مع اب موجود ومحتضن تطلع سويه طبعا. يعني انا شفت ده في عائلات كتير. اتفضل. يعني حضرتك قلت حاجه مهمه قوي، ان هو ممكن يكون الام صعبه وهو عارف كده، لكن من جواه مش ناقم، يعني في حته في النص كده نفسي بقى نتك عليها، اللي هي متصالح مع الموقف، عنده غفران، عنده محبه، الثقه بينه وبين ربنا مفتوحه، قدر هي دي ينضف من جوه. دي بنسميها يعني المصالحه النفسيه. انا متصالح مع نفسي، عرفت افرق، يعني جانب من جوانب النضوج النفسي افرق بين الشخص وفعله. انا اقدر اتصالح مع كل الحياه لو حطيت المبدا ده، مش بس في الزواج. انا بشتغل في الشغل، في مدير طباعه صعبه، انا متصالح مع نفسي، بمعنى هو متصالح معاه، هو طباعه كده، بس انا بحبه لكن طباعه مش متفق. انا في الخدمه معايا خدام كتير، اذا اقدر اعيش مع الخدام دول اعرف طبعه، خلاص هو طبعه كده، انا بحبه وبدعي له وبصلي له وبحترمه وبوده وبتكلم عليه حلو، اقول باركه، المسيح علمني ابارك واتكلم كلام حلو عليه، لكن الطبع لما يجي للصفه لا، الصفه دي اخد بالي منها، والا ادخل دي على دي، لان لو حبيت صفاته ما انا هبقى يعني بقلد. في ناس على فكره كده، يعني في ناس في الخدمه بتتصرف تصرفات غلط لانها بتقدس حتى اخطاء القاده. دي نقطه مهمه. القائد عمل غضوب، اذا انا غضوب، يبقى ده كلام، لا الغضب ده فيه غير محل، وده غضب غير مقدس، غضب الانسان لا يصنع بر الله. بر الله شمعون ولاوي اخوان في مجمعهما لا تتحد كرامتي، في غضبهما قتل انسانا، في غضبهما عرقب ثورا، الغضب ده غير مقدس. خد بالك انك تفرق بين الاثنين، والا هتختلط عليك الامور، هتلبس شخصيات حواليك وانت مش عارف تميز بين الشخص وبين افعاله. الناضج هو اللي بيتصالح، يعرف يميز كويس قوي، بحب بابا جدا احترمه جدا اده جدا، لكن التصرف ده، وبقول للولاد كده، التصرف ده مش حلو جوايا، خلاص فصلت، فحبه وما تعبش، لكن لو كرهت بابا بتصرفاته هطلع من جوه متكسر، رافض اكون رجل ورافض اكون اب، واطلع بقى ده كله على الغلبانه اللي هتيجي بقى شريكه حياتي في يوم من الايام، او العكس اطلعه على الغلبان ده يعني. طيب يا دكتور، يعني لان احنا فتحنا الموضوع ده مش هينفع ننقل لسؤال ثاني. ما انا قلت لحضرتك كل نقطه بنتكلم فيها دي عايزه حلقات مع حضرتك. سنة ونص. يعني دلوقتي ممكن اكون انا يعني اوريدي متزوج او متزوجه وعشت بقى في الجو دوت، وربنا بيتكلم ليا دلوقتي في الحلقه وانا اوريدي بعمل الغلطات دي في الزواج. يا سلام، اشكرك على السؤال ده، لانه ممكن الناس بتسمعنا تيأس. طبعا يعني. ممكن واحد يبقى واقع قدام التلفزيون دلوقتي يقول لي طب انا اعمل ايه، لبست في عمود، مراتي طلعت كده مع ام صعبه واخده طباع امها، او خايف لتاخد طباع امها، او زوجه سمعنا برضو الاب او الزوج اخذ طباع الاب. طبعا او الاب لو الزوج اخذ طباع الام. شوفي الشطاره ايه بقى، يعني ده السؤال، هنعمل ايه بقى؟ يعني السؤال يعني السؤال دلوقتي احنا في الواقع، احنا اتجوزنا في شخص اوريدي عايش في بيت يعني بالصوره دي وطلع كده وبيسمع، او هي بتسمع وجوزها هو اللي طلع كده، نبتدي منين؟ يعني في امل في تصليح؟ ده في امل يعني. وفي سلوى وفي سامي، في ناس كتير قوي معانا. شوفي بقى، اولا دايما ربنا بنقول إله مش الفرصة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعشرة، ربنا قادر ان هو يصلح، بس الموضوع وشوية شغل، يعني لازم نشتغل على النقطة دي. أول حاجة اسمها المصارحة،
عشان بعد المصارحة تأتي المصالحة. المصارحة عن المكاشفة، إن أنا أبقى صريح مع نفسي ومع شريك حياتي. الحكاية دي وجعاني بأمانة كده أمام الله في النور، إنه مش الكتاب بيقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات؟ يعني إن أنا أبقى قدام شريك حياتي مكشوف وأرق أصالحه وأقول له الحكاية دي وجعاني، خد بالك يعني. وعلي إن أساعد شريك حياتي ياخد بإيده، إنه مش كل ما يكرر التصرف أنقده وهده وكسره، لأ. حاجة اسمها إيه؟ إن أيها الإخوة بلغة غلط يا ستة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة، فأصلحوا أصلحوا أنتم أنتم الروحانيون الروحانيون مثل مثل هذا هذا الإنسان بروح الوداع. بروح الوداع الودع. ناظرا الله على إلى نفسك التعليق لا ألا تجرب أنت بالظبط، أيضا. هي كده ناظرا إلى نفسك بروح الودع. حبيبي أنت الحتة دي صعبة تقيلة قاسية عليا، وأنا حابة أقول لك كذا كذا. ألفت نظر شريك حياتي بحب وباتضاع وأقول له مش أنت بتعمل كذا، أنا بتجرح من كذا. بنقول للناس لو لغة سمحتوا الحوار استخدموا لغة الأنا مش لغة الأنت. أنت وفي صباع كده بيطلع بعيد عنك عند انت الستات، عارفة الصباع ده بيطلع كده، بس اللي عملت له أول ما تعمل كده بيجري على طول يا حم، أو تصغر، عارفة الزغرة، في زغرة تروح زغران لا صباع ولا زغرة، الله يبارك لك يعني، لأن هي بتروح زغران وتقول له أنت، على طول يروح مطلع بقى حاجات تانية. فاللي عاوز أقوله روح الوداعة واللطف والمحبة والاحترام تساعدني أتغير. فأوكي في كده المواجهة والمصارحة والمساعدة، إن أنا أخلي، صدقيني أنا بشوف نفوس كتيرة جدا في جو الوداع والحب بتتغير وتتحول من شكل إلى شكل، إنه الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم. الله بيغير، بس بيغير إزاي؟ في جو من الحب والوداع. امبارح لسه بتكلم مع حد بقول على عبر 3 سنين ونص المسيح خد مجموعة من الصيادين اللي يعني او الفالجر، شوف كلامهم شكله ايه، صيادين ولغتهم ايه ومعاملتهم ايه وعنفهم ايه. وبعدين في الاخر وانا عمال اتامل بقى ازاي بطرس كان بيتكلم بلغه صعبه، بلغه فيها انانيه وذاتيه وحب ظهور، وبيجي في الاخر قارني كلام بطرس ده ببطرس الرسول الاولى، ازاي بطرس ده بكل الكلام الصعب والعنيف ده المسيح صبر عليه فتغير، بتاع كذلكم أيها النساء كن أيها الرجال كن ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي. مين اللي يقول الرقة دي؟ العنيف اللي قال له إن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك. صبرنا على بعض وحبنا البعض وطولة بالنا بيخلينا نتغير. طيب هل لو أنا حاسس إن أنا الطرف اللي عندي مشكلة، ينفع أجي لشريك حياتي وأقول له أنا شفت النهاردة سمعت وحسيت إن أنا عندي المشكلة دي، أنا محتاج مساعدة من فضلك ساعدني؟ ده برضه هيحتاج تواضع وهيحتاج نضوج من الطرف التاني، إنه ما يقولش آه ما أنت كده آه مش، لكن يساعد ويسبورت ويقول أيوه أشكرك. خلينا نشتغل على النقطة دي ده مع اللي بعض. بنسميه منى اللغة الزواجية، في مفردات ألف به زواج زي مفردات اللغة. لما نيجي نتكلم مع بعض في لغة للزواج تخلي الاتنين يعرفوا يتواصلوا، يعني لو تخيلي اتنين بيتكلموا كل واحد بلغة مختلفة عن التاني مش هيفهموا بعض. واحد سموه هندي وواحد عربي مثلا. أشكرك. إنه الاتنين عندهم حاجة سموها حوار الطرشان. ده لا سامع ولا فاهم، اتنين بيتكلموا مش بس محدش سامع التاني. العيال ومش فاهمين برضه. الزوج والزوجه في لغه من ضمن طريقه الحوار وده اللي احنا كنا بنقوله في الحلقه اللي فاتت، حاجه بنسميها الوعي الزيجي، التاهيل للزواج. الزواج لا نؤهل ليه، يا ريت كل اللي بيسمعوني يجوا في يوم يقولوا زي ما سمعنا في الحلقه اللي فاتت محتاجين نخش مدرسه زواج. من ضمن تعاليم مدرسه الزواج كيف تدير حوار، ايه اللغه اللي تستخدم. اوعى تبقى مهاجم، اوعى تستخدم لغه انت. لما نبقى راجعين مع بعض من عيد ميلاد او من فرح او من كنيسه وحصلت حاجه، مثلا الزوج هو بيتكلم على مراته كالعاده، هزر هزار بايخ، اتكلم عليها يعني يعني فاضيه قوي للمطبخ، قاعدين بنتعشى ولا بنتغدى عند ناس، ادي الاكل مش زي عندنا في البيت، بعرف الاربع من الخميس من نوع الاكل يعني. ممكن انا شفت مشاكل كل ده بالواقع يعني، يقول انا يقول لك هو النهارده الاربع يبقى النهارده ملوخيه، يعني هو بيعرف الاول ما يشوف من ملوخيه عاملين جدول الطبيخ ولا لا ايه؟ هو بيعرف الاربع من الملوخيه، هو ما يعرفش انه النهارده ايه الاربع، يعني يتريق على مراته ما بتعرفش تطبخ جايز، او بتكرر نفس الاكل بشكل معين، او الست احيانا تسخر من جوزها من طريقه معينه من جمله معينه بيقولها يعني. فانا الزوجه اتجرحت وهي راجعه مع بعض راكبه العربيه، في حاجه اسمها اللغه الزواجيه، اسمها لغه العتاب.
إن أخطأ إليك أخوك مت 15 18 15، اذهب وعاتبه. بس العتاب إزاي؟ النهارده أنا صعب عليا منك، صعب عليا منك، أنا كنت محتاجة تشجعني مش يعني خلاص الملوك كده كلام لطيف يعني. إنما لو قلت له أنت قلت وبعدين تروح مطلع له بقى، فاكر لما الله يرحم ما اعرفش مين اللي كان بيعمل ايه وتروح جايبه له القديم والجديد على طول، يبقى هجوم وهجوم مضاد، الدنيا تولع. خبطوا في بعض. لكن اللغه انه انا صعب عليا، انا لازم اكاشف اللي قدامي. ولو كنت تحب تقول كذا يعني ما فيش ولا مره اكلت اكل حلو، طب اشكرني قدام الناس وبعدين تعالى وجهني في البيت، صدقني هاخد بالي. الست المتضعه الجميله الحلوه دي تعرف تكسب جوزها. انا مش عارف حكيت الحكايه دي المره اللي فاتت ولا، كان عندي زوجه في العياده جات لي من كام سنه يعني، بس انا فاكر المشهد ده كويس. لغه الزواج يعني، زوجها كان انسان بيشرب خمر سكير يعني، بعدين الراجل السكير ده رجع البيت مره طينه سكران طينه يعني، دخل البيت وهو كان له اصدقاء سوء وهي خادمه حلوه محترمه جميله، فصعب عليها المنظر ده. فاول ما دخل بتعاتبه تقول له يعني، فهو مش واخد باله فضربها بالقلم ضربة عنيفة، فالست فقدت النطق قعدت 39 يوم ما بتتكلمش. ده من الصدمة؟ من الصدمة جالها حاجة اسمها خرس نفسي بيسموه هيستيريكال ميوتيزم. فالمهم في اليوم بعد 39 يوم حاولوا بكل الطرق، افتكروا الأول بتتصنع، لا ما بتتكلمش خرسة خالص يعني. القصة تبدو صعبة لكن ليها علاج. فالمهم لما شفت الست دي عادة بنطلع الأهل بره في تكنيك معين لغاية لما تحكي اللي جواها بنشجعها، أول ما تتكلم وتطلع الطاقة اللي مخزونة وتعيط اللسان بيتفك. فليها طريقة. المهم يعني مش دي المحاضرة، مش محاضرة طبية. فالست اتكلمت حكت لي بقى، فقلت لها هاتي لي جوزك. قالت لي قاعد بره. فقلت لها من فضلك أول ما يخش طلعي شحنة الزعل عشان ترتاحي يعني. قالت لي حاضر. فدخل الراجل وشه في الارض، قلت له مراتك اتكلمت. ففوجئت بالاتي، الست المحترمه المحترمه الجميله دي الراقيه المسيحيه القادمه اتصرفت هذا التصرف الجميل قوي. بصيت له، انا متخيل بقى هتطلع ب 39 يوم خرسه شهر وتسعة ايام، بصيت له قالت له انا عايزك تبص لي، عايز اقول لك كلمه واحده، انا استاهل منك كده؟ رد بأه أو بلا. دي الكلمة الوحيدة اللي طلعت. شوفي شوفي الجمال، أكتر من 100 عصاية اتضربت عليه، فانهار في البكاء وبص في الأرض وقال لها أنا عارف إن أنا غلطان. وقام وراح واخدها وحب عليها وقال لها حقك عليا، أنا 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 وحش، أنا 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 رجليا اتزحلقت في الغلط، أقفي جنبي. وخلاص القصة خلصت يعني. وفعلا ساعدته وبطل كلمتني الإدمان بعدها بقت حامل، هي ما كانوش بيخلفوا يعني. يعني اصطلحوا ربنا إداهم طفل يعني. بس انا عاوز احكيه قد ايه الست الراقيه دي، انه واحده غيرها نهار ابيض كانت قالت له من المنقي خيار يعني. القعده كانت انتهت يعني يعني فاهمه، كان ممكن تقول لي وسع عن اذنك بره انت وسيبني قاعده معاه شويه، كانت طلعتني عشان تعرف تاخد راحتها. لكن هي بمنتهى الرقي انبت، عارفه المسيح لما بص لبطرس اعتبر كده فبص يقول لك فنظر فخرج خارجا وبكى بكاء مر، اصعب من 100 كلمه بصه بس. فالست الحلوه الراقيه هي اللي تعرف تاخد من جوزها احلى ما فيه بالطريقه، لكن تأنب وتوجه وتجرح وكده بتطلعه بتخليه يعند اكتر. الراجل يعند بالاسلوب ده يعني. حضرتك يعني ذكرت حاجات كتيره برضو محتاجه نقف عندها. حضرتك ذكرت في نص مدرسه زوجية، تمام. هل دي بس لمجرد اللي ما تجوزوش بيحتاجوا مشورة زوجية، ولا لسه في أمل أنه بعد الزواج حتى لو بعد سنين بيدخلوا المدرسة دي بيتعلموا بيتدربوا؟ صدقيني يا منى أنا بفرح باللي متجوزين وبيجوا وبقول لهم من فضلكم يا ريت احنا في لو بندي كورس المتزوج، عارفة لما بدي كورس أداة خدام بقول لهم يا جماعة الحصة الأولى ننسى اللي فات. يعني أنا ببذل جهد مش إن أعلمهم مهارات الزواج، عارفة الجهد الأصلي إيه يا منى؟ بعلمهم انهم ينسوا اللي اتعلموه. يعني اقول لهم معلش احنا هنقضي فتره ننسى احنا اتعلمنا ايه، خد بالك ازاي، وبعد كده نبني الجديد. ففي مدرسه الزواج اولا بيبقى عندنا تابوز كده، ايدولز موجوده عندنا، اصنام موجوده عندنا. الراجل يبقى راجل
لما يعمل ويعمل، والست تبقى ست لما تعمل، والحما تبقى يعني حاجات كده. اول حاجه بنكسر الاصنام دي. الرجوله مش كده خالص. مين قال ان الرجوله ان الرجل يتسلط على المراه ويتحكم فيها ويهينها؟ دي مش رجوله، لا دي حاجه تانية خالص، ده اسم تاني خالص، دي خطيه. الخطيه انك تعمل كده. الست مش الست الناضجه اللي هي بقى تناكف جوزها وتحط راسها براسه وتقول له انت وانا، ولو اختلفنا كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. لا دي خطيه، الكتاب ما قالش كده. الكتالوج الكتابي، المانيوال الكتابي بيقول ازاي الراجل يعامل الست والست تعامل الراجل. الراجل قال للست تحترم جوزها 3 مرات في افسس 5، ولا الراجل يحب مراته 3 مرات في افسس 5؟ ازاي نحب وازاي نحترم وازاي ده الكتالوج. الرجوله انك تحب وتبذل. الرأس هنا رأس الحب مش رأس التسلط. فنقعد نحط المفاهيم دي. اول ما الدماغ تنور ونحط المفهوم مره واثنين وثلاثه، الراجل يبتدي ايه؟ ويفاجئ الجميع انه اول ما انا بتصلح شريك حياتي بيتصلح. تخيلي الجمال المسيحي، انه انا اول ما ببص لنفسي واتصلح. أسألك سؤال، من هو أعظم واعظ في التاريخ؟ سؤال بسأله للولاد في الخدمة يعني. وأقول لهم أعظم واعظ في التاريخ هو الشخص اللي لو وعظ كل الناس لازم تسمعه. فطبعا الناس كلها ترد وتقول المسيح؟ لا، المسيح مش كل الناس سمعته. المسيح وعظ والناس ما سمعتوش. في ناس ما سمعتش. ده المسيح اتكلم في الموعظة على الجبل، واتكلم على الحب، والناس أول ناس كرهته هي اللي سمعته. اللي صلبت وقتلت ومش كده؟ في ناس ما سمعتش، في ناس سمعت وفي ناس ما سمعتش. طب بطرس؟ لا بطرس اتكلم وفي ناس ما سمعتوش برضه. هو وعظ اليهود، بس اليهود اللي كانوا موجودين ما كانوش 3000، كانوا أكتر بكتير. هو اللي آمن 3000. طب بولس؟ لا ده بولس في ناس نامت في وعظته. ده أفتيخوس. أفتيخوس نام، ده نام في الوعظة. ده الكتاب ما قالش مين تاني نام، بس هو نام نوم تقيل فوقع مات. انا ما اعرفش كام واحد نام، لان الكتاب بيقول اطال الكلام الى نصف الليل. الكتاب كان دايما يقارن بين بولس وابولس. الاجابه عبرانيين 3، عزوا انفسكم كل يوم. تخيل ان انا اعظم وعظ ليه؟ انه المسيح لما يجي يكلمني، لو انا ما خدتش الكلام وكلمت بيه نفسي مش هصدق، مش هسمع، هبقى في الودايه. حتى لو ربنا نفسه اتكلم مش هفتح. عشان كده بنقول عزوا انفسكم. يعني ايه؟ يعني اسمع كلام المسيح وخد وكلم نفسك. انت اللي تحول الكلام العام لكلام خاص، فتتحول انت لوعظ لنفسك. فعشان كده الكتاب مش اوعظي جوزك، اوعظي جوزك هيمشي جوزك واهل جوزك واولاد جوزك مش هيقعدوا. اوعظي نفسك. كان يخليكي امينه مع نفسك، ما توعظش مراتك. تعرفين عارفه الخدام يخش، فاهمه ازاي؟ لما يقف ويفهم فتح فاه وكلمهم، روح داخل البيت فتح فاه وكلمهم، محدش يسمعه. انه الصوره دي صوره الوعظ، تيتشنج ده فيجر مكروهه. لا، انما هو بيعمل ايه؟ بيكلم نفسه. الشكل المتضع الحلو المنحني ده يفتح القلوب. اول ما اكلم نفسي مراتي تقول لي وانا كمان معاك. حضرتك قلت المره اللي فاتت جمله، هو في راجل بيغلط؟ لا، مفيش راجل بيغلط. ادم ما بيغلطش. فيش راجل طبيعي بيغلط. الراجل المسيحي هو اللي ممكن يقول انا غلط. انت عارفه ان ادم ما غلطش مش كده؟ هو بالمناسبه ادم غلط ولا ما غلطش؟ بس ما اعترفش بغلطه. يعني هل هي حواء اللي اخطات؟ اخطات طبعا، بس هي اللي اخطات نمره واحد، وادم تابع ليها. وده ادم، ده خطا ادم، خطا مركب عن حواء. لان حواء خدت، طب والراجل ما عقلهاش ليه؟ وسابها ومشي ليه؟ لما بتتكلم مع كنت فين بتعمل ايه؟ سايبها لوحدها ليه؟ وإن لما جابت لك الثمره كلت وراها ليه؟ تعرف الراجل دايما ورا مراته، فكل وراها. طب ما تعقلها، قول لها لا ده ربنا ما علمناش كده. تمام؟ هل هو كلب العافيه؟ هي اكلته بالعافيه؟ ما هو كلب كامل ارادته. ومع انه كان غائب عن المشهد، ومع انه اكل ورا حواء، ساعه لما ربنا قال له انت كلت، قال له المراه التي اعطيتها. عشان كده لما بيجي لي ست تقول لي جوزي، اقول لها هو انت متجوزه ادم ولا واحد تاني؟ تقول لي انا متجوزه ابراهيم. ولا لا، قصدي يعني من عيله ادم ولا من عيله تانية؟ يعني ده ادم. ادم غلط بس ما اعترفش بغلطه. الراجل صعب يعترف بغلطه. هل في ثقافتنا العربيه والشرق الاوسط فقط؟ ثقافتنا الانسانيه ولا انسانيه؟ يعني والست ما بتعترفش بغلطها برضه، بس انا اتريت بادم. او ادم حواء برضه ما قالتش انا غلطت. قالت الحقيقه، هي غرتني فاكلت. الفكره انه انا عشان اعترف بغلطي محتاج قدر كبير جدا من الاتضاع امام الله، من النور اللي ربنا يكشف لي نفسي. يعني حلو ان الواحد هو بيصلي
روح رائعة مسيحية، أقول يا رب نور قلبي عشان أشوف نفسي، اكشف عن عيني، مش بس عشان أشوف عجائب من شريعتك، لكن عشان أشوف نفسي. نور لي، أنا محتاج أشوف روحي، محتاج أشوف ضعفي. أنت عارفة كلمة اعتراف بتاعت يوحنا الأولى 1:9، أن اعترفنا بخطايانا. الاعتراف مسيحيا وكنسيا 3 معاني مش معنى واحد. احنا بيتهيألنا ان الاعتراف بس نعترف امام اب الاعتراف، ده معنى من المعاني. الاعتراف 3 حركات، اعتراف امام النفس، ودي اصعب حاجه. لوقا 15، رجع الى نفسه وقال، يعني هو قال لمين؟ قال لروح، قال اخطات، كلم نفسه قال لها اخطات. وده اللي احنا احيانا نصلي فيه، توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه، لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموتى من يذكر. بكلم نفسي بقول له روح أنت غلطت فوق. أحيانا الآباء القديسين يحصل معاهم حاجات زي كده، يكلم روح. يعني قديس أرسانيوس فيه قصة مكتوبة في التاريخ الكنسي، إنه مرة كان بياكل أثناء القعدة في الرهبان، فالأب الروحي حس إن أرسانيوس غلط، فما رضاش يكلم أرسانيوس، فكلم اللي جنبه خبطه يعني إنه بياكل. فرد أرسانيوس وقال هذه اللطمة لك يا أرساني، يعني كان ده الروح، ليه أنا؟ أنا ده الكلام كلام ده ليك ليا، يا جارة يعني. الكلام ليك يا جارة. فأحيانا أنا قاعد بسمع في الكنيسة أقول يا رب كلمني فوقني توبني. ثم الاعتراف أمام الله، راجع لنفسي، وبعدين أقوم الآن وأذهب إلى أبي. وبعدين الاعتراف أمام الكنيسة الممثلة في أب الاعتراف. فالكلمة اليونانية بتاعت اعتراف كلمة رائعة، بس إحنا مش بناخد بالنا منها. اعتراف في اليوناني يعني هومولوجيو. هومو في اليوناني يعني ذا سيم، لوجيو من لوجوس يعني كلمة، بالترجمة الحرفية تو سي ذا سيم وورد. يعني ايه؟ يعني ربنا يقول لي انت غلط، الاعتراف معناه ايه؟ اقول له ايوه انا غلط، يعني اقول لنفسي صوت الروح القدس اللي فيا، تكرار الانسان او طاعة الانسان لصوت الروح القدس داخله، ده الاعتراف، اعترف امام نفسي او امام الله. فدي الفكره الجميله جدا. الاعتراف ده عمل زواجي على فكره، ان اعترف امام نفسي ان انا غلط. زي ما شفنا الحلقه اللي فاتت الراجل الرائع ده قال لنا انا غلط. ايه رايك في الراجل الجميل اللي يروح لمراته او الست تقول لجوزها انا غلط؟ يا على التضاع الحلو ده. طبعا في ناس ده جت يوز اوف، يعني الراجل شفتي طول عمري بقول لك الحمد لله انك انت قلتي. لا مش كده طبعا. وفي حد تاني ممكن يقعد يجرح الطرف التاني كل شويه، معلش سامحني انا غلطت انا اسف حقك عليا، ويعيد التكرار طبعا الخطا ويقول زي لك ما الولاد، انا زي الولاد، سوري يا بابا سوري يا بابا. بس احنا متعودين انه في 70 مرة 7 مرات سوري يا بابا. مش المسيح علمنا كده؟ بس هقول حاجه، في اصعب حاجه في الجواز ان واحد يبقى سابق التاني، يعني واحد يقدم والتاني ما يعني ده شيء صعب. لكن معلش بنقول اسبق شوية وهتشد وراك، ما يجراش حاجة. في بعض الأسئلة دكتور جات لنا نحاول نجاوب عليها بسرعة قبل ما اتفضل. ناخد مكالمات. زوج عنيف ومش حنون وعنده بنات ومحتاجين حنيته، الزوجة تعمل ايه؟ هقول حاجة، خلينا نقول جملة مهمة. الصفة الرديئة لها وجه جميل. يعني خلينا نقول للناس كده ونريحهم. يعني احيانا الراجل يقول لي ايه مثلا، مراتي عصبيه، اقول له بس حاميه شهله. العصبيه دي مهم، هي عصبيه ده جانب، لكن الجانب السلبي ده لوجه ايجابي. جوزي بطيء هادي في الركن البعيد الهادي لوحده خالص، اقول لها بس مفكر رايق وبياخد قرارات. يعني تقدري تستفيدي من الجانب الصعب. الراجل العنيف ده ممكن يكون بيرفكشنست، من النوع اللي بيدور على الكمال وعاوز كل حاجه مظبوطه وبيزعل من الغلط. الزوجه الحلوه تقول له الصفه دي رائعه حبيبي، بس لما بتزيد شويه، عامله زي السكر لما بيزيد، انت عارف انت مسكر شويه، فاهم الفكره، وانا خايف يجي لك السكر. يعني تقول له بطريقه لطيفه فاني كده حلوه، لكن لما بتزيد شويه الولاد بيتعبوا، انت عارف يا بابا انه كذا كذا كذا، فانا كل اللي بطلبه منك لما تشوف الولاد ممكن بس ايه، البنات كمان او البنات ترجع سنه لورا. لو هجمت الزوج هيطلعها ما بتفهمش، وهيبقى اكثر عنفا وهيعند. الست الرقيقه هي اللي تعرف ازاي تدير زوجها الانوثه في رايي، يعني المراه الحكيمه الذكيه هي اللي تعرف تعمل ايه، تمتص الرجل وتشكله، هي امه. اقول لك حاجه،
يا ريت الستات اللي بيتفرجوا عليا يسمعوني. يا ريت. أول امرأة في حياة الزوج هي أمه، صح؟ السؤال، لما كان الطفل الصغير الراجل، مشروع الراجل الصغير ده بيغلط، أنت عندك ولاد، لما ولادك كانوا بيغلطوا وهم صغيرين، ماما بتعمل إيه؟ كنت بتتعاملي مع ابنك على إنك مراته ولا إنك أمه؟ إنك أمه. بتعملي إيه في أخطائه؟ دي أخطاءه عبقرية، أنت أخطاء ابنك عبقرية، ما دفينا مش كده؟ يعني أي أم طرف ابنها عبقري. فلأنك بتحبي ابنك بتحتوي أخطاءه، فالولد العنيد ماما مستحملاه. وجرى إيه بعد شوية؟ اتطور. صبر الأم واحتواء الأم طورت. طبعًا في ستات ما عندهاش خلق، تقولي أنا مراته مش أمه، أقول لها لأ. لازم تتعاملي معاه من وقت للتاني، تدي له الحتة إنك أنت زوجته وصديقته وأمه وشريكة حياته. فأنت الحتة دي، فلو دخل هو، لو هو المقارنة مش في صالحك، من فضلك أول ما زوجك يجي فكري إزاي كانت أمه بتعامله. زوجك جميلة هي اللي تعرف تعمل كده، تسأل كان بياكل إيه في بيتهم عشان تعرف تعمله، لأنه هي هتشده من هنا لهنا. عارفة بيحصل صراع، الراجل يبقى عايز يعمل إيه؟ يسيب زوجته ويروح لأمه، لأن المقارنة مش في صالح الزوج. الأم اللي بتحتوي، يقول لك أنا ببات عند ماما، أخش عند ماما أنام وأفرح وتغسل لي هدومي وتدلعني. طبعًا هو غلطان، ما بقولش حاجة، بس هو غلطان ووراه زوجة ما عرفتش تشده الحتة دي. عايزه طولة بال بقى، عايزه اقول له انا ما عنديش خلق، خلاص بلاش، ما عندكيش خلق قابليني بقى في العياده، هنقعد مع بعض نصلح بقى، وتمددي وناخد مضادات اكتئاب وتقعد تخبط راسها في الحيط 10 سنين، تقول لي راسي اتعورت، ما انت بتخبطي راسك 10 سنين، اسمعي الكلام من الاول. اللي مش هيسمع الكلام هو حر، فمن له اذنان للسمع. فالراجل العنيف المرأة الزوجه تاخده بالراحه، تقول له حبيبي انت حاد وعايز كل حاجه مظبوطه، بس في فرق بين الشغل وبين هنا، بتلطف الجو تاخده تستوعبه يعني. سؤال تاني بيقول زوجي عنيف جدا وكرهت العلاقة الزوجية، هم كل الأزواج بيلومني عنيف عندكم النهاردة؟ هو ده مفيش حد سؤالي لكم. حنين؟ وزوجي بيلومني وبيجرحني بأصعب الكلمات، أعمل إيه؟ نعيد الكلام تاني، يقول كده يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. المرأة الحكيمة المصلية المتضعة تقدر تكسب جوزها. بس أنا ليا شوية تساؤلات الأول. الحقيقة أول سؤال، هو جوزي عنيف وهي ملاك حمامة وديعة ترفرف في أنحاء المنزل وتقف على طرف البلكونة لتلتقط الحبوب؟ ما هو ممكن هو عنيف وهي مطلعة عينه. ما هو الستات أحيانا، في نوع من الستات هي مش عنيف، بس عليها لسان تقول كلمة صغيرة، توك ما جيت خرب البيت، شرفت هو ده شرفت، شرفت دي تخرب البيت. فاهم الفكرة؟ عرفت ان ليك ست وعيال، هي مش عنيف بس كلمة ساخرة. يعني هو قعد طول النهار بيشقى ويتعب وجاي على اخر النهار داخل، ما تستلموش على البيت بالمدايح والزوكسولوجيات الليلية دي. شرفت وكنت عند مين؟ ما انا لو كنت غالي عليك زي اخواتك، يحب اخواته اكتر ويقول لك ما حدش بيقدرني، قاعد بره بشتغل وتعبان. فخلي بالك من انه الكلام قد يكون صغير، سيوجد من يهزره كطعن السيف زي ما بيقول سفر الامثال، اما كلام الحكماء فشفاء. الست الحلوه اللي شايفه جوزها جنب بره ممكن تكون تعبانه وقلقانه ومستعوقه وهو طول النهار بره، بس هل بالمنظر ده هي وهو هيرحب بمجيء البيت؟ عندي واحده ست تقول لي ايه؟ ما بيقعدش جنبي. اقول لها بس هو جنبك ما يتقعدش عليه الحياه. جنبها مزعج يعني، انا شخصيا ما بحبش حد يقعد جنبها. يعني هو الحقيقه الراجل ده احسن حل ليه يترهبن، يعني انا فعلا اشجعه على الرهبان، لانه قعده جنبها جاب له فاهم كرشه نفس. ما كل ما بيقعد جنبي هيقعد يعمل ايه؟ ماشي، مش ممتعه، مزعجه. فهو قاعد بره مش عاوز جنبي. هو قال لي لو عندك فرصه تاخدها باكج تديها لحد تاني خدها. وانت تقول لي جوزي عنيف، ما هو العنيف ده رد فعل. الست الحلوه هي اللي تخلي البيت جميل، كلامها حلو، ترحبها بجوز. لو عملت ده كله، عشان بس ما اظلمش، لو عملت ده كله ولسه الراجل فيه عنف، في مشكله بقى نشوف، محتاجين مساعده. يعني اذهب اري نفسك للكاهن زي ما المسيح كان بيقول، او اغتسل في بركه سلوام، او ارفعوا الحجر. يعني اقوم بدوري بقى، ممكن ابقى محتاج كونسلنج اشوف ايه الموضوع، ربما ما وراء الاحداث اشياء انا مش واخد بالي منها. فيبقى اذا الست اللي بتقول جوزي، اقول لها قبل ما تقولي جوزك قولي انا. قومي بدورك وصلحي نفسك واصبري شوية شوية، استغربك في الأول
ربما تعقد الدهشة لسانه، شافك متغيرة، ربما يتساءل ايه اللي حصل، وبعدين يعرف انه فعلا انا خدت القرار ان ابقى امين وصادق واقول له كده انا عرفت ان انا غلطت، فبسهل له المهم وابتدي بنفسي. طيب لو كان العنف ده دكتور في العلاقة الشخصية في الزواج، في العلاقة بين الزوج والزوجة، الضرب تقصدي؟ عنيف في العلاقة نفسها يعني. برضو انا حابب اقول حاجه، هو انا الحقيقه لما بحب اجاوب على الاسئله دي بحب اسمع الاطراف كلها، لانه اتس كيس يعني، ما هواش موضوع، لا كيس، كيس باي كيس يعني، لانه احيانا بعض المفاهيم عاوزه تتعدل عند الست وعند الراجل يعني. فصاحب السؤال اقول له من فضلك نتصارح ونطلب معونه لو الموضوع بعد اللي قلناه ده كله ما وصلناش على بر الامان يعني. لانه احيانا الراجل بيبقى عنيف لاسباب كتيره، ممكن يبقى عنده عنف نسميه العنف المرحل. هو جاي من شغله تعبان، العالم، البيت، الظروف، الماديات، عنف مرحل. ممكن يبقى عنف مؤجل يعني موجود جواه ومتأجل. هي ضغطت عليه ماديا واهانته في اهله وهو مش عارف يرد عليها، يعني انا ضايقتك الاثنين فانا بردها لك الثلاث بس في حته تانيه. فاهمه؟ فمخزون العنف، اصل العنف ده طاقه. لو العنف ما طلعتش الطاقه بشكل صحي تتخزن وتطلع ليتر اون بشكل وحش. فهنا بيبقى محتاجين نوع من التصارح والوضوح وتعديل السلوك، اذا ما عرفوش يعملوها مع نفسهم يتصارحوا يتكلموا وليه وتواجه، ما حدش يشيل في نفسه مشاعر دفينه، ممكن ساعتها بقى يبقى يطلبوا معونه بنعمه ربنا. تقريبا هنلم علينا العنفاء كلهم يعني. عشان حضرتك رقيق فعشان لا كده لا لا الأسئلة جاية لك. لا لا، هي مش كده، هي فعلا ظاهرة العنف ظاهرة يعني منتشرة في الزواج، وتحتاج يعني ممكن نبقى نعمل حلقة اسمها العنف عند الأزواج والعنف عند الزوجات. فكرة نسبة الستات اللي بقى العنيفة برضو تزايدت مؤخرا في جلوبال اجريشن في العالم دلوقتي بسبب الظروف والتقلبات، ريفلكشن يعني انعكاس ريفلكشن واتيتيود متراكم يعني. في أسئلة كتيرة برضه يا دكتور جات لنا عن إنه الزوج على علاقة بواحدة غير مراته، الخيانة بقى خيانة، ده موضوع ده تاني. عايزة، أنا عارفة أنا عايزة ده 10 عايزة تلات حلقات، ده لوحده، الخيانة لكن الزوجية. يعني في كلمات قليلة النصايح الغالية اللي حضرتك تديها لنا قبل ما ناخد تليفونات اللي تحفظنا من الموضوع ده، ولو حصل نعمل إيه؟ أنا عارفة إن الموضوع كبير وشائك طبعا ومتشعب جدا، طبعا ما يكفيهوش يعني كام دقيقة إجابة، لكن طبعا. على قد ما نقدر شوفي يعني. هقول حاجة، هو أول حاجة لازم نبحث في الأسباب، لأنه مرات نتهم الزوج أو الزوجة بالخيانة ورا الزوج الخائن زوجة مذنبة أو زوج مذنب. مرات غياب الشريك عن البيت، هو مش موجود لا بالجسد ولا بالروح حتى أو بالمشاعر. أنا ممكن أبقى مش موجود في البيت فترات لكن أنا قاعد جوه البيت بالمحبة، بالذكريات، بالتليفونات، الوقت اللي بقضيه مع شريك حياتي ما بيتقاسش بالدقايق لكن بيتقاس بالعمق. أنا ممكن أقعد مع أولادي 5 دقايق بعمق يطلعوا فرحانين جدا، ممكن اقعد معاهم 4 ساعات يصلوا ويقولوا يا رب بابا يجي له مشوار مش كده يعني. طبعا يعني لو او يعني يحصل نوع من الفرح والشكر الالهي اول ما يخرج، لانه تواجد بابا في البيت عذاب مزعج ناقد مهاجم او تواجد ماما. فنوع الوقت، متعه الوجود مع بعض، ده شيء مهم. فاحنا الزوجه تقول لي ما هو مش موجود، اوكي هي غلطانه، انا مش بدافع عنها ولا بدافع عنه، الخيانه خيانه، خيانه امام الله خيانه، لكن الله في حنانه عارف انه في ضعفات. لو كنت تعلمين من هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب، ما عارف انها عطشانه السامري، يقول عارف انك عطشان. فالمفروض الزوج يقول انا عارف ان مراتي عطشانه، اسقيها مش تحرمها من الميه وبعدين تقول لي عملت، او تحرميه من الميه وتقولي لي عملت. ففي عجال عاوز اقول انه هناك دور للطرف اللي شايف الخيانة انه يراجع نفسه، انه ربما دي تكون محصلة ايام واسابيع وشهور من الاهمال المتكرر، من العنف اللي كنا بنتكلم عليه من غيره. حاجة تانية، صدقيني يا منى، الحصانة الاولى لطهارة الانسان وجود المسيح جوه البيت. لو بنصلي، لو عاملين مسبح، لو بنقول مع الكنيسة بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، لو رافعين ايادي طاهرة مش كده، لو بيتنا فعلا المسيح ساكن فيه
يعني فعلا بنحصن، وده اللي حصل لداود. داود لما وقع في الخطية في صمويل تاني 11 يقول لك: وكان عند وقت المساء أن داود قام عن سريره ليتمشى على سطح بيت الملك. كان عند وقت المساء، طول عمر داود كان بيصلي وكان بيقول 7 مرات سبحتك على أحكام برك، وفي نصف الليل نهضت لأشكرك. لكن كان عند وقت المساء أن داود قام عن سريره، يعني الراجل بعيد عن ربنا، ما فقد اتصاله. فهناك خطر على أعظم قديس لا يركع ولا يفتح الكلمة، خطر. أول ما البيت يبقى متحصن ربنا يحميني ويحمي بيتي يعني. فبرضو ده مؤشر مهم جدا جدا إن البيت ده متغرب عن المسيح يعني. وفاصل ونواصل إن شاء الله بقى نتكلم، ده عايزة حلقات عن Yes, I الخيانة know. الزوجية، تستحق إن احنا نعمل موضوع عن القصة دي يعني. معنا مكالمة ناخدها، الأخت رشا من نورث كارولينا، شكرا لانتظارك، أهلا بيكي. ألو، هلو، أهلا بيكي، حضرتك اتفضلي أنا يا مش أخت رشا. مصدقة نفسي إن أنا معاكم يعني بصراحة. anyway اتفضلي. نورت أمريكا يا دكتور مجدي، منورة بيكي يا رشا، ميرسي، ومنى وبالقناة كلها. ربنا يخليك، تعيشي. هي منى شكرا يا رب. منورانا على طول. لو وجود دكتور مجدي بركة كبيرة في تعيشي، الحياة لينا ربنا كلنا يخليك، يعني. متشكر خالص. ربنا يخليك. عندي سؤال لحضرتك. اتفضل يا حبيبتي. ابني عصبي بطريقة يعني سنه قد ايه يا اخت رشا؟ 4.5، بس عملت كل حاجة يعني. ناس قالوا لي اوكي اقعدي اديله انت وقت واديله اهتمام، اوكي بقعد معاه وبديله اهتمام وبعامله بالراحة بابا فين يا رشا؟ وعاملين موضوع الثواب والعقاب رشا رشا وعاملين بابا اوكي. فين؟ بابا فين يا رشا؟ بابا يعني والده، زوجك فين؟ بابا في البيت وفي الشغل، لا انا بس في ربنا يخل البيت ربنا يخل يحب يقعد يأنتخ شوية. اي انت خلينا مستنيها صدقني. انا قاعد الحلقه دي كلها عشان يأنتخ دي صدقيني. شوفي ربنا هرد عليك يا رشا، بس عندي هحط لك الاحتمالات وعلى مهلك فكري فيهم يعني. اول اوكي حاجه انه اي واحد في الدنيا في 2 بيربوه، مش ماما اللي بتربي يعني، لازم بابا وماما يربوا. فلازم الولد يشوف الفاذر فيجر كويس قوي، مش ان بابا قاعد في البيت ده كفايه، لازم يشارك ماما في التربيه، لانه الحزم بتاع ماما غير الحزم بتاع بابا. هو كل واحد فينا محتاج 2 حزم وصلحه. لازم يشوف فهو الحزم بتاع للأسف هو بابا، خلاص الحزم بتاع ماما ده ما بقاش ما له أي بقاش معنى افكتيف يعني. خالص خالص. وعشان كده لازم انتوا الاتنين تتفقوا مع بعض على اسلوب للحزم الولد يرتدع بيه، ده مهم. الحاجة التانية لازم تبقي مبدعة في أساليب التأديب، مش العقاب، التأديب. إنه لما الولد يبقى عنده أخطاء لازم في وسائل للتأديب رادعة، بحيث الولد يحس إن في ليميت، وما يصعبش عليكي يتمرمغ في الأرض يزعل، لأ. في تايم أوت يبقى في تايم أوت، في ناوتي تشير يبقى في ناوتي تشير، في حرمان من تلفزيون أو كمبيوتر لمدة، في كذا، ونلتزم بكذا عشان الولد يبقى ديسيبليند يعني. نمرة 3، حابب استبعد بعض المشاكل اللي ممكن تكون بتحصل للولد. ان مرات ولاد يبقوا قاعدين طول النهار في البيت ما بيعملوش حاجه، لازم يبقى عصبي، ملوش اصحاب، ما بيطلعش طاقته، مش مشترك في رياضه، مش مشترك في نشاط. بني ادم كائن محتاج يستثمر الطاقه، فبيطلعها في صوره عصبيه. في احيانا بقى دي ممكن تاخد حلقه يعني، نوع الاكل اللي بياكله ايه، كتر الحلويات والشوكولاتات طاقه مخزونه بتطلع عصبيه. احيانا بعض الامراض بتخلي الاولاد عصبيين يعني، الفرط الحركه في بعض الاولاد بيخليهم عصبيين، احيانا حاجات في المدرسه او في الحضانه بتخليهم عصبيين، احيانا عنف الام والاب، لو الام عنيفه وبتضرب وقاسيه ممكن يبقى غضب مكتوم الى اخره يعني. فهي القصه محتاجه نوع من البحث. اهم حاجتين فيها انه يبقى في نوع من الحزم في التاديب والالتزام بيه، نمرة 1، واشتراك الأب والأم مع بعض في وضع حدود للولد. وبعد الاتنين دول نطول بالنا، بعد شوية مع الحركة والخروج والنشاط والغيره الطاقة بتتسامى وتطلع لوحدها بشكل إيجابي. ممكن يكون محتاج وقت واهتمام من الأب يخرجه ما هو ويلعبه ويقعد وما معاه، يبقى ينتخش. يركز معاه بس شوية. وما ينتخش. معانا الأخت ميرفت من مصر، أهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور حبيبتي، أهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور مجدي. مساء النور يا ميرفت، اهلا بيك.
انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك، وانا بتابع جوابك في كتابك شكرا يا ميرفا، خلاص وببقى مبسوطه قوي من اراء حضرتك. ربنا يفرح قلبك كمان. بس انا عندي مشكله كبيره قوي يا دكتور مع ابني. ابني مش طفل بقى، ابني عنده دلوقتي 28 سنه. تمام. ابني انا ربيته فعلا صدقني بامانه في مخافه الرب وانذاره، وكان ولد مثالي في الخدمة وفي الأخلاق وفي حياته كلها لغاية لما اتخرج من الجامعة. وبعد ما اتخرج من الجامعة الأول حصل شوك معين في حياته إنه حب بنت وباباه وقف له فيها وقال له لا مش هتاخد دي. في سبب؟ بعد فترة لا استني يا ميرفت، في سبب إن باباه وقف قدامه كان منطقي ولا غير منطقي؟ لا كلام باباه كان منطقي، ولكن كان ممكن يعني ايه يعني كان مثلا ما كانش فيه تناسب في العائله، ما يعني كان حاسس الاب ان الناس دي مش نفس مستوى الابن، مستوى اجتماعي ومادي وثقافي. اوكي، بس الاسلوب كان منطقي برضو لما وقف ضده؟ لا كان فيه الاسلوب كان عنيف جدا، كان عنيف. اعتقد ان دي ممكن تكون بدايه المشاكل يعني. وهو سابها يعني ترك البنت مجبر في الوقت في ذلك الحين. تمام. بعد كده هو بعد منها بفترة المهم ان هو خطب واحدة. ولما جه قال يا ماما انا خطبت فلانة ورحنا شفناها، فبيقول لي ايه رأيك؟ فجيت قلت له يا ابني ما اقدرش اقول لك رأيي عن من قاعدة واحدة، لكن الحاجة اللي انا اقدر اقولها لك انك انت تختار امرأة فاضلة تصلح انها تكون ام لاولادك، تربي اولادك في تأديب الرب وإنذاره. فين المشكلة؟ فين المشكلة يا ميرفت؟ بعد فترة اكتشفت إن البنت بتكذب في حاجات كبيرة. إن هي خطبها دي يعني هو خطبها في عائلتها في سنها في هم اتخطبوا يا أخت ميرفت؟ ميرفت هم اتخطبوا ميرفت أنا ميرفت هم اتخطبوا يا ميرفت ولا لأ؟ هم اتجوزوا حبيبتي؟ عايزها المرة دي. لكن احنا قلنا له، لكن بقينا نكشف الخطا، اقول له الامانه بتقول ان انا اقول لك اللي انا اكتشفته. ابتدى الولد يقف ضدنا بصوره عنيفه وترك البيت لاسباب واهيه جدا جدا جدا، وراح اتجوز من ورانا. ورافض ان هو، عايز اقول لحضرتك صدقني احنا لا منعناه ان هو يتجوزها. وصلت المسج يا ميرفت؟ قلنا له لا. وصلتنا الرسالة يا ميرفت، وصلتنا الرسالة. معلش أنا أقول بس عايز أسأل بس. عشان وقت البرنامج حبيبتي، هو قطع علاقته بيكوا يعني هو اتجوزها والعلاقات مقطوعة دلوقتي؟ العلاقات مقطوعة. أوكي. وأنا محتاجة لابني وهو مش راضي. بقى له قد إيه حبيبتي الموضوع ده؟ ساب البلد وسافر. راح فين؟ لكن أنا راح في دولة عربية، لكن أنا مش قادر أستغنى عنه. طبعًا. طيب بصي يا ميرفت، قلبي معاكي طبعا اولا، وربنا يعني ان شاء الله كل باب مقفول له مفتاح في السماء. صدقيني مش عاوزك تبقي يعني لا قلقانه ولا زعلانه ولا متوتره. اؤكد لك انها مرحله مؤقته، وانه هو يهدى بس وياخد دوره نفسيه، بنسميها دوره نفسيه. عارفه ازاي؟ في حاجه اسمها دوره، يعدي المرحلة دي من الغضب والذكريات الأليمة اللي كانت مع بابا ومعاكي، وما يحسش ان احنا طول الوقت كنا ضده. واضح ان هو الدنيا باظت عنده من اول علاقة حب لما الاب رفض. وحضرتك سألت في الصميم يعني كان رفض منطقي ولا غير منطقي؟ طبعا القرار ما طلعش من جواه ان هو يتركها يعني. فهو هيقعد شوية حاسس ان هم ممكن يكونوا بيخربوا عليه او مش عاوزين يبقى مبسوط. كل المطلوب من الام انها تبقى بتقدم محبة، مش لازم ما تقحمش نفسها في حياته، خليه هو تاني يختار. بس هو سافر، المشكله هو في بلد اخرى دلوقتي. يعني قصدي ما تبقاش قلقانه وعماله مصره وتبعت له في مراسيل او تاخد قرار تروح له، تسيبه يهدى وتقدم محبه. بصي الاب والام عايشين جوانا، صوتهم ما بينامش، مشاعرهم ما بتروحش، حبهم ما بيهداش. هيقعد ساكت شويه وهيصحى تاني. كل المطلوب تبقى هاديه ومحبه، وكل اللي تبعته له كلمات حب. ربنا معاك يا حبيبي، يوم ما تحب تكلمني انا مستنيك. كلام رقيق كده حلو تخاطب فيه الابن المطيع الجميل، مش الابن الغلطان اللي ما زال غلطان وانه اتجوز غصب عنه. خلاص القصه انتهت، انتهى البحث. هنعيد ونزيد في اللي فات. وكل ما تشوفه تحسسه بالذنب، ممكن يكون الحاله دي هو رافضها.
تعرف في بعض الناس من غير ما ياخدوا بالهم كثير الشكوى، مش بس مش قصدي بس يعني حبيبتنا اللي اتكلمت، لكن في ناس منفره من كتر شكوى. يعني صاحبي لو اتكلم انت في توك ما افتكرت، هو انا ما تتكلمش لو هعمل ايه، رد الفعل ايه؟ مش بس هقفل، ده انا مش هكلمه تاني، لان كل ما بكلمه مجهز لي ذنب بقى ولوم. الترنيمه اللي هيقولها لي بتاعت الهجوم دي، مش كده؟ فانا خلاص مش عاوز اسمع الصوت ده، المنطقه دي مش عاوز اقرب لها. فتكف الام عن الشوكة، ولو كلمته او بعتت له مراسيل، بعت له مراسيل كلها رقه وحب، ماما بتحبك حبيبي، ربنا يفرحك وجوازك، لو عندك وقت سمعني. واول ما يتكلم ما تجيبش سيره اللي فات بعد اذنك. اوكي؟ يا دكتور. تفضلي. معانا ميسة من مصر، أهلا وسهلا، تفضلي حضرتك على الهواء. أيوه أنا معاكي. تفضلي حضرتك على الهواء. أخت ميسة وطي التلفزيون على الآخر يا حبيبتي. سامعانا؟ سامعاكي. تفضلي حضرتك، أنت على الهواء، تفضلي. دكتور مجدي سامعك. دكتور. حبيبتي ما تسمعيش من التلفزيون، إحنا معانا على الهواء، دكتور مجدي سامعك، اتكلمي حبيبتي. تفضلي يا اخت ميسه. تفضلي يا ميسه، اهلا بيكي، سامعك يا ميسه، تفضلي. ازي حضرتك؟ هو بس سهلا. انا عايزه اسال حضرتك سؤال خاص بيا انا. تفضلي يا ميسه. انا ست كبيره عندي 60 سنه، ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. انا طول عمري بعاني من العصبيه وسرعه النرفزه والخلق الضيق. تمام. وحاولت اقدم توبه كتير واقرا الانجيل ولي علاقه مع الله وكل حاجه، بس اجي عند اي موقف فيه اثاره وكأنه كل حاجة تتنسي. طبعا ده بيسبب لي مشاكل مع قرايبي واللي بتعامل معاهم ورؤسائي في العمل إلى آخره. تمام. فأنا مش عارفة بصراحة، وحاولت أجيب تليفونك عشان أجيلك في العيادة في مصر، ما عرفتش أحصل عليه. شوفي ربنا بقى وفقنا في أمريكا الحمد لله. الحمد لله. بس خلاص. رسالة. اوكي يا ميسة، اولا عايز اقول لك انت مش كبيره، 60 سنه، انت في عز شبابك، دي تعتبر سن المراهقه عند المراه. لا شباب ايه بقى، ده انا عندي فشل كلوي وحاجات في العمود الفقري. لا 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 لا، الف سلام. بصي الست بتعجز فوق ال 190 بعد كده، ما في عز شبابها عشان نبقى واضحين يعني. فاولا ما تقوليش على نفسك كبيره لحسن هتزعلي منك كل الستات اللي بيسمعونا. تمام. الحاجة الثانية حابب أقول لك، يعني هو ربما يكون في بعض التدريب المهمة اللي تتعمل عشان العصبية، لكن إذا ما نفعتش التدريب دي هنضطر إن احنا نعمل زي كورس علاجي، لأن في حاجة كده في الطب النفسي بنسميها أنجر مانجمنت، التعامل مع الغضب. فهو في تدريبين مهمين قوي. التدريب الأولاني إن الإنسان يؤخر المسافة بين الفعل ورد الفعل، بيسموه تدريب الاسانسير. يتخيل نفسه في اسانسير ونازل من الدور العاشر للدور الاول، وعلى الدور الاول يبتدي يتكلم، فيسموه الديلي، الفتره الزمنيه ما بين الفعل وما بين رد الفعل، علشان في الفتره دي بيكون طلقات المتريليوز اللي بتطلع منه دي اللي بتندفع، لانه العصبي الكلمه ما بتعديش على العقل، هي بتطلع من بقه وبعدين يفكر فيها، احنا عاوزين العكس، يفكر فيها وبعدين تطلع من بقه، زي امتحانات الشفوي عندنا في الطب. الطالب دايما بساله سؤال يتكلم وبعدين يفكر، اقول له حبيبي المنطق تفكر وبعدين تتكلم، انك لو اتكلمت وبعدين فكرت تطلع الكلام غلط. طبعا يستحسن ما تتكلمش خالص هتبقى ناجح يعني. في بعض الناس قله الكلام احلى. انما يعني وده التدريب الثاني، انه لو اخرت المسافه بين الفعل ورد الفعل ده هتنجح فيه؟ تصبر في الرد وما تتكلمش في ساعتها، او ما تتكلمش خالص، تاجل انفعالاتها خالص، تسكت، تغير المكان، تروح في حته وتقرر تتكلم في وقت اخر. يعني مفيش مانع ناجل الموضوع كله، فاما تاخير الزمن او الصمت، دول اهم تدريبين. بس ما نتاخرش في الرد عشان نؤجل الانفجار، لا عشان نهدى. لا يعني تأخير الرد ان احنا نهدى مش عشان نؤجل الانفجار. هي ده احنا بناخر الرد عشان ما تنفجرش تسيء للناس. يعني بعد كده تفكر في محتويات الكلام هتقوله ايه، ممكن تقول اللي قدامها طيب نهدى ونتكلم بعدين. واحد وست بيختلفوا وهيحصل غضب، تقول طب انا نهدى ونتكلم بعدين. في على فكره حاجه ظريفه قوي، مقاله جميله طلعتها مجله امريكيه اسمها يو اس اي تو داي، بعنوان كيف تحصل على الطلاق في 3 دقائق. صحيح؟ هاو تو ريتش ديفورس ان 3 مينتس. من احد علامات الطلاق الصياح، الصوت العالي، حركه الايدين، نبره الصوت، ده على طول يخلي اللي قدامي ينفعل لدرجه ان هو مش عاوز يشوف المشهد ده. حتى المشاهد في الافلام المصريه بتنتهي بالطلاق، بتبدا بالخناق، فخناق يؤدي الى طلاق.
فاللي عاوز اقوله ان كثره المشاكل، يعني حتى القديس ارسنس يقول كده معلم اولاد الملوك: كثيرا ما تكلمت فندمت، اما على الصمت فلم اندم ابدا. والقديس يعقوب يقول كده في رسالته، يقول: يكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. هو ده التدريب، مبطئا في التكلم. يعني اذا ما الحاجتين دول ما كانوش، يبقى هنضطر بقى نشوف ساميه ذات الستين ربيعا في العياده عندنا، اللي هي في ما نزعلهاش بقى، نبتدي ممكن تبقى محتاج كورس علاجي يعني. سلوى. اوكي. المكالمه جايه لاخت سلوى من مصر. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. هلو اخت سلوى، سامعانا؟ ايوه. وطي التلفزيون بعد اذنك، واحنا معاكي على الهواء. وطي التلفزيون يا حبيبتي، حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. اتفضلي يا سلوى، بس وطي التلفزيون من فضلك. الو اخت سلوى، من فضلك وطي التلفزيون، احنا سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي اتكلمي. طيب ناخد مكالمة تانية ونرجع لاخت سلوى بنت الملك من مصر. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. الو. اهلا بيكي. الو، مساء الخير. مساء النور. اكلم دكتور مجدي من فضلك. سامعك حبيبتي، اتفضلي. اهلا بيكي، اتفضلي. ماشي اوكي. دكتور مجدي، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. انت بنت الملك بتاعت المره اللي فاتت ولا بنت؟ طب انا مش سامعه كويس. بقول ما تسمعيش من التلفزيون يا حاتم، من التليفون بس، اتفضلي. انا موطيه خالص. اتفضلي سامعيني. الو، احنا الصوت عندنا كويس، اتكلمي يا حبيبتي. طيب دكتور مجدي، اهلا بيك، اتفضلي. اتفضلي. انا بحييك، ربنا يبارك لك يا رب، وانت فخر لينا بجد، يعني بنستفيد جدا منك ومن محاضراتك. ربنا يفرحك. ونفسنا نتشرف بيك يعني بصلواتكم ودعواتكم، عشان كلنا محتاجين صلاه يا ماما. ربنا يخليك. ربنا يحميك، ربنا يحميك. الو، انا سامعك، اتفضلي. اتفضلي. طيب انا عندي مشكله كبيره، عويصه عريقه ضخمة. انا يعني انا عندي جوزي مسافر بقاله فتره، وبيسافر بقاله اكتر من حوالي 20 سنه. ايوه انا سامعك، وبعدين؟ هو مشكلته انه ما بيعرفش، يعني ما بيعملش قرش، يعني هي غربه، مش عايزه اقول بلا ثمن، لا هي ليها ثمن طبعا، بس ثمنها طبعا حرماني انا واولادي، وانت عارف العيشه من غير راجل في مصر، خصوصا في مصر ازاي. تمام. يعني بنتي بتقول يا ماما احنا قربنا نروح بيوتنا وما قعدناش مع بابا، وفي نفس الوقت ابص الاقي كل حاجه زي ما هي، ما فيش جديد، ما عملناش حاجه. تمام. بالعكس، ده لو في مثلا سي مثلا 10,000 مثلا في البنك، لا ده ما بقاش فيه، يعني بنقعد نسحب من موجود، طب تعالى نقعد نستقر، طب كفايه. مش عارفه هل ده هروب من المسؤوليه ولا ايه، ودايما الدنيا متلخبطه. تمام. طب ايه في ايه؟ يقول لي اصل حصل، اصل جرى، اصل في موضوع، اصل اختلفت مع فلان، اصل مش، يعني انا حاسه ان في حاجه غلط. لولا ايد ربنا انا قادره اكمل. تمام. يعني انا لولا ايد ربنا، ولولا يعني كتابي اللي انا ماسكه فيه، واقول يا رب، يعني طب وضع صعب، يعني اعتقد مش اي حد هيقدر يكمل فيه يعني. تمام. بس يجي لحظه جوايا ابص الاقي نفسي انهارت، اقول طب لغايه امتى؟ تمام. طيب السؤال وصلني يا اختي العزيز. هو طبعا السؤال فيه كذا عنصر محتاجه يعني ناخد بالنا منها. يعني اولا الحاله دي حاله، اصلي ان كل واحد بيسمعنا، لو سمحتوا احبائي اللي بيسمعونا رجال او نساء، لا تقبلي ان ده يحصل لجوزك، ولا تقبل ان ده يحصل لبيتك. الوضع ده وضع غير مسيحي، ربنا عملنا مع بعض، يترك الرجل أبا أمه يلتصق. مهم أوي يلتصق، دي الذي جمعه. احنا مش جمعه وبعدين احنا، لا يفرقه انسان، حتى لو الفلوس لا تفرقنا، الغربة لا تفرق. الفلوس دي بنجيبها عشان نستعملها، مش تستعبدنا وتطير العيلة. للأسف يعني. للأسف انه المفهوم ده مفهوم في منتهى الخطورة. فالصح انه حتى لو في غربة تبقى غربة مؤقتة، نفترض ان في احتياج سنتين ونيكي، او لغايه لما اعد المكان، انا اذهب ليعد لكم مكان وبعدين تيجوا انتوا، زي ما المسيح قال يجوا لنا. انا رايح اعد شقه مكان، اخد ولادي ومراتي معايا، لكن انا في حته وهي في حته ولمده 20 سنه، ده جواز مع ايقاف التنفيذ. الوضع ده مش ما فيهوش بركه. يعني هي بتقول لي ما فيش بركه، مش عشان هو ما فيش، عشان الوضع ده ربنا ما يباركش الحاله دي. وحتى يا دكتور لو عمل فلوس، وحتى لو حوش، لا ده الفلوس اللي اتحوشت ايه وهو ولاده مش شايفينه؟ دي فلوس من غير بركه، صدقيني فلوس من غير بركه، انها فلوس بتجيب الاحتياجات الماديه لكن ما بتملاش الاحتياجات العاطفيه والروحيه.
عاوزين نقول لإخواتنا اللي بيسمعونا الفلوس، يعني يا ريت زوجك العزيز يكون سامعنا. تفضل. في المكان اللي هو فيه الراجل حبيبنا ده، نبعت لهم الدي في دي صدقني. صدقيني يبقى عارف انه الحاله دي حاله ما تمجدش ربنا، وانك انت سايب مراتك في التجربه، تجارب عاطفيه وتجارب ماليه وتجارب ايمانيه، وسارب ولاده محرومين من الحب. امال هيشوف ولاده امتى ويربيهم امتى؟ ما الولاد بيقولوا احنا قربنا نتجوز نسيب البيت وبابا ما جاش يعني. فدي طبعا محتاجه، لازم حد يحرك المشاعر النائمه جوه، بس طبعا بشكل يعني في حب واقعي. هو عشان يجي ربما محتاج هنا يلاقي قيمته ويلاقي نفسه، عشان ما يجيش مكسور وحزين. يبقى في نوع من الترتيب، يا ريت الزوجه تساعده في ايجاد بديل، عشان لما يجي تقول له انا راضيه يا سيدي، انا مش عاوزه فلوس. أو وظيفه قصدي حضرتك، أو وظيفه مكانه بتاع، كفايه اللي عملناه نعيش، انا مستعده اشتغل واساعدك. يعني ممكن يبقى في نوع من الافكار العمليه، طبعا راجيا من الله انه ما يبقى لهاش طلبات ماديه مرهقه. يعني ارجو انه طبعا انا متوسم فيها الامانه والخير طبعا، انسانه فاضله، انه ما يكونش هو راح لانه كتر الطلبات الماديه ضغطت عليه. لكن هتقول له المستعده اشتغل، تعالى بس الولاد محتاجينك، احنا عندنا حاجات كتيره جدا محتاجينها معاك. واتمنى برضو انه يكون البيت بيت جاذب، ما يكونش هربان من البيت بمشاكله بمتاعبه بخناقاته، او البديل كلهم يروحوا هناك. يعني يا كده يا كده، لكن نبقى مع بعض. اذا كان في مشاكل في البيت تتحل، اذا كان في شغل نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل. الحاجه الثالثه بقى مهمه قوي، انه صدقيني ال 10 جنيه في ايدين المسيح تساوي بركه. يعني ممكن واحد بيقبض 1000 جنيه، واحد بيقبض 2000 او 3000 جنيه، بس ال 3000 من غير بركه ملهمش قيمه، ال 1000 من غير بركه هحوش منها. لان ممكن معايا 3000 جنيه والعيال بيعيوا وعاوزين مدرسين، وبصرف مصاريف على التاكسيات وحارق صدري سجاير ومضيع فلوسي على كلام فارغ، مش كده؟ وممكن معايا 1000 جنيه وربنا مبارك لي في الولاد شاطرين ما بياخدوش دروس، ومبارك لي في صحتي ما بعياش وما بروحش للدكتور، وما بصرفش فلوسي على السجاير، وبحب مراتي وقنوع وراضي. لو اكلنا كوزين ذره مع بعض، بالمناسبه انا مش بهزر، انا اكلت انا ومراتي كوزين ذره لما اتجوزنا، وكانوا احلى كوزين ذره اكلناهم، كان ب10 صاغ الكوز ساعتها، كان الراجل عاوز ربع اديته 10 بس يعني. صدقيني وقعدنا على الذكريات دي فرحانين، ان وقتها كانت دي خروجتنا. الفكره مش انه احنا رحنا وعملنا وسوينا، لا، عرفنا نعيش في الوضع ده وفرحانين بيه، انه انا ما عنديش طلبات مزعجه، انا راضي باي حاجه. ان الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. مش ده اللي اتقال على سفر الخروج 16 واحنا بنلم المن؟ والا تبقى مسيحيتنا مسيحيه غير صادقه. البركه في البيت، نصلي ربنا يدينا بركه ونفاجئ الشهر ده خلص ازاي ما اعرفش، بالبركة وفاض وفور عطاياكم، فاضت وغطت وبركة الرب تغني لا يزيد معها تعب. فيعني بنعمة ربنا نعمل كده، وهنصلي إن شاء الله ربنا يديهم حاجة جميلة إن شاء الله. أمين يا رب. الأخت سلوى من مصر معانا مرة تانية، أهلا. أيوة. بحضرتك، أهلا بك، تفضلي. ألو. أهلا بك. أيوة. تفضلي يا سلوى، وطي التلفزيون واتكلمي يا سلوى، تفضلي. أيوة وطي التلفزيون. تفضلي يا سلوى. ايوه يا دكتور، انا عندي ابن عنده 23 سنه. تمام. هو علاقته بيا مش جامده، يعني مش زي علاقه ام بابنها. تمام. وعلاقته بربنا مش جامده برضه. تمام. يعني ما بيحبش يروح كنيسه، ما بيتناولش، ما بيقول لك يا تو ده اتجملنا ان هو ظهر في ربنا، يمكن اه ويمكن لا. وعلاقته بيا علاقه سطحيه خالص. تمام. يعني ما يجيش يحكي لي حاجه، ما يجيش يقول لي حاجه. أوكي. مهما اعمل له يعني بالنسبه له مش مشكله يعني. اشكرك يا سلوى. في حاجه تانية غير كده؟ بيفتكر لي حاجات مثلا ان هو عنده سنتين ثلاثه، ان انا مره ضربته، ان مره زعقت له، ان انا كان صوتي عالي، حاجات كده. تمام. اشكرك يا سلوى. في حاجه تانية غير كده يا سلوى ولا خلاص؟ ان هو يعني بعد عنا وعن اخته كمان. حاضر. حتى اخته كمان بعد عنها خالص، اكلها مش موجوده يعني. وصلت الرساله يا سلوى. انا بس حابب اسال سؤال لسلوى ولكل ام، يعني لما اقول عن ابني بعيد عن ربنا بسال نفسي الاول، انا كنت قريب من ربنا ولا لا؟ مرات نطلب من ولادنا يصلوا وانا ما بصليش، وانا ما بروحش كنيسه، وانا ما بفتحش الكتاب. ولادي هيعملوا زيي مش زي كلامي، هيقلدوا الافعال مش الاقوال.
الكتاب بيقول عن رب المجد يسوع لما كانوا تلميذي عمواس ماشيين معاه في لوقا 24، كان مقتدرا في الفعل والقول. لما اتكلموا على موسى، لما الكتاب اتكلم على موسى قال كان مقتدرا في الاقوال والافعال. ادي الفرق بين موسى والمسيح، ان المسيح كان اللي يعيش وبعدين يتكلم فيبقى الكلام طبيعي، لكن موسى كان بيتكلم وبعدين ربما يعيش او ما يعيش. يعني موسى اتكلم كتير عن الوصايا العشر اللي فيها لا تقتل، مش كده؟ وهو قتل. فكان مقتدرا في الاقوال لكن مش في الافعال. فعشان كده لو موسى ادانا وعظ عن لا تقتل، اول حاجه هتنط في بالي خروج 2، هقول له الحقيقه موسى انا بحبك جدا وانت رجل الله، لكن الحقيقه مش قادر انسى انك انت قتلت المصري. ولو موسى كلمني عن طوله البال طوله الانان، هقول له موسى فعلا وعظه رائعه لكن مش هنسى ابدا انك انت ضربت الصخره بدل ما تكلمها. لكن المسيح لو كلمني عن اي حاجه اقول له انت عشت وانا زيك. فلما قلت لي احبوا اعدائكم، انت اللي حبيت، انت ما قلتش حبه، ده انت كنت المثل نفسه. يعني انت كنت المثل. فهي يعني دلوقتي طيب تعمل معاه ايه؟ 23 ده مش صغير، واضح ان عنده مراره. حبيت اقول الرساله دي يا منى عشان اللي بيسمعوني ياخدوا مسج. الرساله دي لسلوى مش لابن سلوى. لو هي تابت صدقيني ابنها هيتوب. لو قربت من ربنا وفرحت بيه وارتبطت بالكنيسه وما تقولوش، تعيش كده ربنا لاجل امانتها، ودي ده وعد كتابي اعمال 16، امن بالرب يسوع تخلص انت واهل بيتك. لما ربنا بيلاقيني امين بيخلي ولادي يبقى زيه، اما انا وبيتي نعبد الرب. فالخطوه الاولى هي لازم تعمل ثوره، تقول ابنها ده يبقى شوكه، تقول له يا رب انت يمكن ورتني ان انا ما احسنتش ارتباطي بيك، وبالتالي ابني ما شافش الصوره الحلوه دي فيا، وبيقول ضربته وبعدت عن في حاجه حصلت. لازم نبدا بانفسنا. يعني طبعا انا متاكد انها، يعني انا بقول الكلام ده بمحبه، مش قصدي انقدها قد ما قصدي ان انا كلنا محتاجين كده. الحاجه الثانيه انه المداخل للناس مش بالوعظ، المداخل للناس مش بالنقد، المداخل للناس كلها بالتشجيع والاحترام والتقدير. فلما تكلم ابنها تقلل لهجه العتاب وتكتر نغمة التشجيع، قد كده أنت بتنور البيت علينا لما بتيجي صدقني. بتغيب علينا تغيب، لكن مهما بعدت عننا أنت في قلبنا. كلام حلو، يبقى أنا جاي ملهوف أشوف ماما. أنا أؤكد ليك أن كتير من البيوت الطاردة كلام الأمهات أو الأبهات بيبقى كلام جارح، لكن البيت اللي ما فيهوش عتاب، عمرك ما بتسأل علينا، توك ما افتكرتنا، ما من لقي أحبابه ناس اصحاب كلام، يعني خلي الواحد مش ممكن، ده ما بقاش فيه مجاديف ولا مركب، ده كسر المجاديف والمراكب وغرقنا كلنا. ليه كده؟ كلام حلو. احيانا انا لما حد يكلمني في التليفون وبقاله مده ما كده اقول له صدقني انا عارف انك مشغول يا حبيبي، انا متشكر انك لقيت وقت تكلمني، بدل ما اقول له توك ما افتكرتني وهقلب المكالمه غم وهو يقول يعني انت اللي افتكرتني، ما انت يعني هنقعد بقى نتبادل المدايح، مش ممكن كده. لا طب وليه؟ انا مقدر يا حبيبي. اول ما اقول لواحد انا مقدر وعارف وقتك خلاص هو يبقى فرحان وهو بيكلمني، وعارف انه منين ما هيجي هيلاقي الباب مفتوح. امين يا رب. معنا اخت اميره من كندا، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. الو، اتفضلي حبيبتي، حضرتك معنا على الهواء. ايوه صباح الخير يا دكتور مجدي. ازيك يا اميره؟ اهلا بيك. يا سهلا، اهلا بيك في نورث امريكا، يعني يا رب يكون عندك مكتب تاني في كندا ان شاء الله. احنا محتاجين لك قوي. يا رب يخلي، كلنا محتاجين ربنا. اتفضلي يا اميره. انا يعني ما تزعلش من كلامي. لا انا ما ازعلش منك خالص يا اميره، بس ربنا يخليك. اتفضلي. انت حضرتك فيري بيسفول جنتلمان، يعني ما مش عارفة يعني اللي زيك مش موجودين كتير. طب مطلوب أزعل دلوقتي ولا إيه؟ كده ممكن أزعل. لا أنت بتقولي المعاملة الحلوة كده. أنا لما كان جوزي كان اسمه جوزيف ودي عزمي، ده جميل قوي بيضرب. أنا كنت في الأول بضحك، بيشتم أنا ما بردش. كنت طالعة من بيت بابا وماما، الحقيقة ما عندناش الكلام ده، ما كانش إكزيست، لحد ما ابتدى شتم في بابا. أنا ما قدرتش على شتمة أبويا لأن كان كرامة الأهل حاجة تانية. أيوة. فقلت له بليز ما تشتمش. أيوة. كان بابا المرض مش بإيد أي حد، لما جاله شلل نصفي فدي ستروك، يعني كل الناس معرضة للمرض. فابتدى ياخدها نوع من التقليص على طول، ده مشلول، ده يا بابا ده مش مشلول، إحنا يعني
ده مرض بيجي لأي واحد في الدنيا. ابتدى بقى بهدلة بهدلة. أوكي اللي حصل إن إحنا وفي الآخر جينا كندا. طيب لما جبنا أولاد في كندا، كندا بقى مع الكنيسة في حاجتين، إحنا عندنا قانون الكنيسة بيحكمنا، وفي كندا أو نورث أمريكا عموما عندنا في حاجة تانية. وصل لي جواب من الحكومة في يوم من الأيام، if you don't take your child and you leave we will take that child from you. قالوا لك كده؟ قالوا لحضرتك كده؟ على طول. بسبب ايه؟ بسبب عشان الاب عنيف، فجالها جواب تحذير. يعني هم عرفوا منين ان الاب عنيف يا اميره؟ ازاي بقى؟ عرفوا. احنا عايشين في حاجه زي بيقولوا عليها طبعا. لا لا انا حبيت اعرف بس ازاي عرفوا، يعني الجيران هم اللي اشتكوا يعني. واحده فيها بتشتغل في تشايلد بروتكشن. طيب قول لنا ايه اللي حصل بسرعه يا اخت اميره عشان وقت البرنامج. بعد جواب الانذار عملت ايه حبيبتي؟ حاضر. فقالت لي، قالت لي الاول فيربال، if you don't take your child I'm gonna report it. انا طبعا الكنيسه وابونا معلش والحاجات اللي كانت احنا متفقين عليها. وجالك الجواب بعد كده؟ بعد كده قالت لي if you don't take it's a warning if you don't take it you will have like a specific time you don't take بنتك وابنك we'll do action. اوكي فانا طبعا هربت من، انا بقولها بطريقه ثانيه، انا هربت. الهروب من الشر فضيله. فخدتي ولادك وخدتي ولادك وبعتي. تقول بقى اللي يحصل بعدها، ما حدش كنيسه تقول لك انت هربتي، حرمتي من عياله. طب ما العيال كانوا هيروحوا مع الحكومه. واحد اثنين. طب انت حاليا الوضع ايه؟ الوضع ايه دلوقتي؟ هربت بقى من وش الشر. بقالك قد ايه يا اخت اميره؟ هرب من كندا عشان ما يدفعش النفقه. ده موضوع. نمره ثلاثه راح على سوريا واتجوز، وروق راح الكنيسه طبعا في بعض النفوس الضعيفه دوروا له في اوراق عشان ياخد حل جواز. قال لهم انا عندي طفل عايز اعمده، طب عايز احلل جوازي الكنسي. لما اجي اتكلم المسؤولين يقول لك هو طلع له حل ازاي؟ طب ما تدوروا. بعظمه لسان واحد مسؤول قوي، مش عايز اقول اللي ماسك ولا لا، مش عايز اقول اسامي، يقول لك اتلعب في الدوسيه بتاعك. طب حبيبتي يا ابانا ازاي تقول الكلمه دي؟ اخت اميره حبيبتي عشان وقت الحلقه، طب دلوقتي ايه السيتويشن او ايه السؤال اللي الدكتور مجدي يقدر يساعدك فيه حبيبتي بسرعه؟ بس من اولاده طبعا. انا ببكي عشان اولاد ما قالوش كلمه بابا. وفي نفس الوقت انا اشتغلت ليل مع نهار عشان اعوضهم. بس انا ما اقدرش اكون الاب. طيب الوضع ده بقاله قد ايه يا اخت اميره؟ الوضع ان انا قلت لهم في الاخر لا بقالكم كام سنه؟ مسيحي ظروفه كانت مترمل وكده، اولادي محتاجين لوجود اب، وانا كمان محتاجه لوجود انسان يرعيني. اوكي وصلت المسج. بصي انا وصلت المسج، انا قلبي معاها بصراحه. يعني هو كل واحد محروق من الـ من الـ من الـ من اللي عايشه، اللي ايده في النار. طبعا هي ايدها في النار والقصه طبعا متشابكه، وهي بتحكي ما عندها. القصة ليها أوراق وليها تستيفة وليها يعني دراسة لازم تتعمل. ما أقدرش أرد على الهواء لأنه في طرف مش موجود. ولا بد نعرف التفاصيل. لكن أنا بفترض، أنا وظيفتي أفترض أن قدامي 100% رايت. يعني القصة دي لما بنلاقي حد عنيف ومخادع ومراوغ بيتصرف بعنف وكده، هنا بقى لابد من أنه يبقى في تدخل من أطراف تعرف تساعد الأخت دي إزاي تتعامل مع الموقف ده. فهي بتقول peaceful والكلام ده، ده الكلام ده في الظروف العادية، لكن هنا في exception الإكسبشن يعني. فوقت العنف دي ممكن برضو زي ما قلنا أنها تنفع في حلقة تانية، لابد من التدخل. ما أقدرش أسيب أب يأذي ولاده وأقول أنا بحبه، لا. ولا سيما الموضوع وصل للحكومة، يعني كان يتاخدوا منها طبعًا. هي وهو والولاد مش هيشوفوهم خالص، وهي أو هي تاخد الولاد. عايشة في بلد الحكومة، يعني احنا في مصر لو الراجل ضرب مراته ده يعتبر فضيلة. يعني ده نوع من انواع التدين عند بعض الافكار الخطيرة، انه ده كده نوع من التدين والهيمنة الرجولية. ده شيء احنا القانون هنا بيحكم الكلام ده. فهي ده اوريدي القانون حكم لها، قالوا لها لا، لو ما حصلش الولد هيتاخد. وبعدين ده المحكمه لو حكمت بتحكم على الرجل بانجر مانجمنت 9 شهور على الاقل، وسيفتي مارجن. ما خلال ده هم بياخدوا الولاد يا دكتور. دول مش بس بيبقى في ديسيبلين، دول بياخدوا الولاد يودوهم اي ولايه تاني، والاب الام ما يشوفهمش. المرحله يعني اللي بعد كده، المرحله اللي بعد كده. لكن لو عرفوا ان الاب هو اللي بيعمل كده بيحكموا عليه بانجر مانجمنت، وما يقربش سيفتي مارجن من الست مسافه 5 مايل ولا 10 مايل حتى ما يشوفهاش. يعني هي في البلد
الحلقة دي يعني حتى الحكومات انتبهت للقصة دي. بس أعتقد أن الموضوع ده لازم يتعرض بشكل جيد بورق صح. لو هي قدرت بشطارة تثبت أن هو تزوج بـ 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 بالدليل أو بالشهود، لا شك أنها تاخد انفصال وتقدر تعيش حياتها بعد كده. هي واضح أن هو تزوج يعني طبعا، الكلام واضح أن هو تلاعب في الوقت تزوج ورق. بس أنا ما أعرفش بقية القصة، هل هي تزوجت ولا هي عايزة تتزوج؟ لكن هي الكنيسة محتاجة ورق. لو في ما يثبت ذلك حتى على مستوى الشهود أو أباء الاعتراف، لو أب الاعتراف قال أنا سمعت أنه اتجوز، بتاخد انفصال في حالتها يعني. فاذا لما الموضوع يوصل لمرحله العنف والخطر على الزوجه والاولاد سيفتي. لازم حتى في مصر بقول الكلام ده للست، تبقي غلطانه لو سبتي راجل يضربك، لان هنا في كرامه الزوجه لازم حد يتدخل. وانا شخصيا في عيادتي لو راجل مد ايده على مراته انا ببقى في منتهى الحزم عليه. فكره انه الدكتور يبقى دايما منحاز للراجل غلط او صح، دي فكره غير مسيحيه. هو غلطان ومد ايده عليها، اقول له انت تقبل ان حد يضرب اختك؟ مش معنى بتمد ايدك على مراتك، انت اهنتها. وبيبقى في موقف وبطلب من الست انها تعمل سبيس، ومرات اقول لها سيبي البيت روحي عند اهلك لغايه لما يعرف قيمتك، ونبتدي نتعامل مع الراجل اقول له مش هرجعك البيت او مش هسمح برجوعك قبل ما اطمن انك انت مش هتعمل كده تاني، واطمن على سلامه النفسي وعلى غيره. واذا كان في اخطاء عند الست اعالجها، اقول لهم خليكم على مسافه من بعض، ما ترجعوش والا القصه دي هتتكرر تاني. يعني طبعا الموقف هنا مش موضوع بقى، احنا بنتكلم في ايه 95-95% من الحالات الاكسبشن ليها اكسبشن. تمام. احنا يعني وقت حلقتنا قرب على الانتهاء، وانا بعتذر لكل احبائنا اللي كانوا محتاجين يدخلوا على الخطوط وما قدرناش ناخدكم، متاسف لكم جدا. لكن في الختام يا دكتور نصيحه لكل زوج وزوج بيسمعونا نسيبها معاهم في ختام الحلقه. صدقيني يا منى، ارجع تاني اكرر فكره جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لا اتزعزع. صدقيني لو كل واحد تذكر حضور الله، وهقول كلمه يعني يا ريت احبائي اللي بيسمعوني، افتكر ظهر مراتك وافتكر ظهر جوزك. انا لو بتعامل مع منى ومش عارف مين ظهرها، يعني مش عارف مين اللي وراها، هبقى منى بالنسبه لي يعني. لكن لو قالوا لي مثلا ان منى دي من عيله كذا، او والدها بيشتغل في المكان كذا، تخيلي مثلا انه انا النهارده انت بتعملي لقاء مع ابن رئيس الجمهوريه او ابن البريزيدنت، يعني الوضع مختلف. لا ده انا ليا الفخر، او انا بتعامل مع منى على انها بنت رئيس الجمهوريه، المشهد مختلف. واطلع اقول دي ده انا النهارده كان لقاء ظهر مين؟ ظهر مراتي هو ربنا، ظهري ظهر جوزك هو ربنا. لو البنت اللي بتشتغل عندي في المستشفى او وات ايفر جايه لي بنت عاديه، ممكن ابقى انت فاكره زمان النكته الجميله اللي كانوا بيقولوها، يقول لك واحد مدرس دخل فبيسأل الولد بيقول له هو الفيل بيمشي ولا بيطير؟ فقال له الفيل بيطير. قال له انت ما بتفهمش الفيل بيطير ازاي؟ وبعدين مايل عليه واحد قال له ده ابن رئيس الجمهورية، قال له ده الفيل بيطير واحيانا بيمشي. برافو. لانه عارف ان الولد ابن رئيس الجمهورية. فلو انا عارف ان مراتي غالية بنت الملك، احنا عمال اسمع بنت الملك ده تعبير جميل قوي، لو مراتي بنت الملك ليها وضعها، دي الإنسانة اللي استلمتها من إيد المسيح على المذبح، ده الكتاب اللي قال لي أنت اليوم مسؤول عنها من بعد والديه، ده أنا واخدها من إيد ربنا، ده ربنا اللي جابها لي، أحضرها إلى آدم. لو ست شايفة جوزها ده جاي من إيد ربنا، تعامله بأني احترام. لو حطيت المسيح في المشهد بالصورة دي، صدقوني بيوتنا هتعمر بأمان. وبالفكر الجميل ده نختم حلقتنا، ونشكرك يا دكتور على حلقتين أكتر من رائعين، وبنطمع في لقاءات تانية فعلا ومواضيع تانية كتير. يا رب يسمح بلقائنا تاني. ربنا يباركك ويحافظ عليك ويستخدمك يا دكتور في كل مكان المجد. صلوا لو نصلي بسرعة، احنا المفروض نختم. اتفضل يا دكتور. أوكي. بسم الاب والابن والروح القدس، إلهنا الواحد امين. رافعين ايدينا ليك يا رب انك تعبر على كل بيت بالبركة يا رب، كل بيوتنا اللي سمعتنا يا رب، كل بيت، كل أب، كل أم، كل أولاد، كل مشكلة يا رب بين إيديك يا رب تتحول إلى خير يا رب. الطين في إيديك دواء، تفتح كل عين عمية وتبارك كل قلب كثير، وتشفي كل نفس تعبانة وحزينة، تملس على القلوب المحتاجة ليك يا رب. تبارك بلادنا مصر في هذه الأيام، وتخرج لينا من الآكل أكل ومن الجافي حلقة، وتستخدم كل كلمة قيلت في هذه الحلقة لمجد اسمك ولخلاص كل إنسان سمعنا. رتب لنا البركة رب في كل أيام حياتنا، واجعلنا نعيش في مخافتك ورضاك باستمرار. شفاعة أمنا العذراء كل مصاف قديسيك،
دمك الغالي المسفوك على الصليب لأجلنا اسمعنا احنا أولادك عندما نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. نشكرك جدا جدا يا دكتور مسيح، يقودك ويباركك ويستر كل مره وانت فين. سلامنا لكل الاحباء اللي بيسمعونا، احبائنا مع المفاهيم الرائعه دي ربنا اتكلم بيها لينا. الى اللقاء وحلقه قادمه من قناه الكارما، وربنا معاكم. جعلنا أغصانا مثمرة في الكرمة، في الكرمة نحمل الرجاء وحب السماء، فكلنا شركاء.